أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الإخبارية السورية. نعتذر شديد الاعتذار على هذا التأخير وذلك بسبب خلل فني، أرجوكم اعذرونا ونبقى بهذه التغطية الخاصة والمباشرة من استديو جنيف مباشرة على مقربة مباشرة مما يجري الآن من الاجتماعات الرابعة لمحادثات جنيف والتي تنطلق اليوم بوصول كافة الوفود المشاركة إلى مقر هذه الاجتماعات. نتحدث في جنيف، وصل وفد الجمهورية العربية السورية يوم أمس بكامل أعضائه، وصل أيضا وفد الرياض، وأيضا المنصات قبل قليل وصلت منصة موسكو، حطت طائرتهم في مطار جنيف، وأيضا منصة القاهرة باتت موجودة، بالإضافة إلى اللجنة النسائية التي يتحدث عنها ديمستورا دائما والتي التقى بها بطبيعة الحال هذا اليوم والتي تم النقاش في مجموعة من النقاط. بدأ هذا اليوم بطبيعة الحال باجتماع السيد ستيفان ديمستورا مع وفد الجمهورية العربية السورية، كان الاجتماع الأول له بطبيعة الحال في هذا اليوم. التقى بعد هذا الاجتماع بوفد الرياض. بعد اجتماعه بوفد الرياض كان من المقرر أن يكون هناك جلسة افتتاحية تجمع كافة الوفود في قاعة واحدة دون وجود أعلام أو لافتات أو أي شيء يثبت كل طرف يمثل من، فقط يتحدث في هذه الجلسة أو في هذه القاعة المشتركة ديمستورا ويعلن افتتاح الجلسة الرابعة من محادثات جنيف. بعد ذلك تبدأ الجلسات المغلقة. آخر ما وصلنا من مصادر مقربة في الأمم المتحدة بأن هذا الاجتماع تأجل حتى الساعة 6 مساء. بكل الأحوال كل التفاصيل سنعرفها بعد قليل من موفد الإخبارية السورية إلى هناك إياد خلف، لكن بعد هذا الفاصل نبدأ. وننتقل مباشرة إلى جنيف. إياد خلف موفد الإخبارية السورية بات معنا جاهز؟ لم يجهز إياد حتى هذه اللحظة، ودعوني أرحب مباشرة بضيوفي في هذه في هذا الحوار من استديو جنيف بالدكتور مهدي دخت الله الوزير والسفير السابق. أهلا ومرحبا بك، حياك الله. أهلا ومرحبا بك. أيضا الأستاذ أنس جودة رئيس حركة البناء الوطني، أهلا ومرحبا فيك. أهلا بك أستاذ أنس. واليوم حديثنا راح يتناول مجموعة من القضايا لعل الشعب السوري على تماس مباشر بات فيها لهلا، لعل أهمها هو المواضيع التي ستطرح في جنيف، موضوع الانتخابات أو موضوع الدستور أو قضايا أخرى لها علاقة بكل من الوفود المشاركة. إذا أردت أبدأ معك فورا دكتور مهدي دخل الله، المملكة العربية السعودية تصاعد هجومها بشكل واضح وصريح، آخر هجوم لها كان على لسان وزير خارجيتها الجبير تحديدا الذي عاد وتحدث عن تدخل عسكري مباشر. هناك من تحدث عن هذا الموضوع بأن للسعودية أجندة خاصة اتفقت عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي تريده المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت؟ لا، يعني باعتقادي لا توجد أجندة خاصة بين الرياض وواشنطن الآن في ظل الإدارة الجديدة. وإنما هناك وإنما هناك نوع من غضب سعودي لأنهم خارج عملية الإستانة. وهي عملية الإستانة أهم من عملية جنيف، لأن عملية ميدانية عملياتية نتائجها مباشرة على الأرض. حتى يعني قبل أيام رئيس المخابرات السعودية حميدان أعطى تصريح ناري للشرق الأوسط هاجم فيه الأردن ومصر وتركيا. نعم. وخاصة الأردن، يعني هاجم الأردن لأن الأردن تريد أن تنضم إلى الأستانة كمراقب. لكن يعني قبل هذا ذلك يؤكد، كان هناك تصريح للجبير وقال بأننا نحن والأتراك على خط واحد مما يجري في الشيطان. على الخط واحد بشكل عام، لكن التفاصيل لا، يعني السعودية كانت تريد أن تأخذ حيزا من الأستانة، لكن هذا لم يحصل بسبب أن جميع الجهات المشتركة في الأستانة ترويكا، يعني ترويكا روسيا وإيران وتركيا، هي مجموعة جديدة عملياتية نتائجها تظهر على الأرض مباشرة في إطار طبعا وقف الأعمال القتالية وفي إطار النصرة. يعني بالأستانة 2 جرى اتفاق مهم، يعني تقديم خرائط وعزل النصرة. صحيح. هذه خطوة إلى الأمام. طبعا السعودية خارج هذا النطاق. أنا أتصور أن هناك فيتو سوري على مشاركة السعودية في الأستانة إذا لم يتغير موقفها فيتو بشكل فيتو سوري، أم فيتو مشترك مع إيران؟ لا،
طبعا هو بالتأكيد يعني فيتو سوري هو الأساس في عملية الأستانة هي سوريا، حتى يعني موسكو صرحت أكثر من مرة أنها لا تقوم بأي شيء بدون موافقة دمشق، بدون التنسيق مع دمشق، وإذا كان هناك اختلافات معينة فيتتم عن طريق الإقناع المتبادل يعني، لكن لا تقوم. حتى الرئيس الأسد تحدث حول هذا الموضوع وقال أن روسيا لا تقوم بأي شيء دون موافقة دمشق، لذلك دمشق هي تقريبا الطباخ الرئيسي عبر موسكو في الأقل، لأنه أي شيء لا يتم الموافقة عليه من دمشق لا يتم روسيا. بغض النظر يعني عما تطرح روسيا احيانا من مبادرات ومشاريع من اجل تحريك العمليه، لكن لا تفرض موسكو شيء على دمشق، هذا اكيد. طيب. اذا لدينا الان نحن مجموعه عملياتيه لها نتائج مباشره على الارض، هي الترويكا اهم كثير من هذا المدى الواسع والمعارضات المختلفه والحديث العام التي يستند إلى قرارات المتحدة في جنيف. طيب لو سمحت لي أستاذ أنس، حتى هذه اللحظة وواضح بأن الفيتو السعودي يمارس بشكل كبير على المعارضات الداخلية، أتحدث بشكل مباشر، تستبعدون من جنيف، مع أنه أنت بأكثر من حوار سابق قلت بأنه كلمة رئيس حركة التيار الوطني ونقطة من دون ما نقول المعارض، ونرجع بتذكر بهذا الموضوع، برأيك لماذا تستبعد المعارضة الداخلية ومنصة حميمي اليوم؟ أنا بغض النظر عن الشخصي، يعني احنا بنحكي بالواقع العام للحراك السياسي وحتى للحراك على المستوى الإقليمي. اليوم بالتأكيد في هذا الفيتو مو ليس فقط السعودي، كمان التركي، يعني خلينا نحكي لهذا الأمر لعدم توسيع منصات المعارضة أكثر. يعني اليوم خلينا نرجع نتذكر جنيف واحد، جنيف واحد بهذاك الوقت إذا متذكر كان شبه الاتفاق أنه تمثيل الحصري للمعارضة صحيح. بيكون عند ما كانت في الهيئة العليا وقتها، كان الائتلاف فقط بهذاك الوقت، وهذا تمثيله أمريكي يعني أو لهذاك المحور، وكان الروسي فقط أنه هو يتولى جانب السلطة أو الحكومة السورية. العمل الروسي كان كل الوقت الماضي والحلفاء على زيادة الأوراق نتيجة زيادة العمل بالميدان واختلافه وتوسيع دائرة المشاركة أكثر فأكثر، وهي اللي ثبتت بقرار مجلس الأمن الأخير. اليوم حد أو تخفيض المعارضات الأخرى المختلفة عن يعني الهيئة العليا للتفاوض هو رفض لواقع عسكري صار على الأرض، الاعتراف بشكل رئيسي للروس أنه رفض سعودي، رفض سعودي حتى أمريكي، يعني رفض في معسكر واحد نحن نعم. نحكي بالأخير رغم الخلافات اللي هي موجودة فيه، رفض لشرعنة الموقع الجديد لروسيا وللحلفاء في هذا الموقع. يعني تخفيض المعارضات معناه أنه أنت ما زلت يا روسيا بالحد الأدنى ولن نعترف نحن بالشرعية الجديدة. نتذكر كمان نرجع لأنه أصغر الأمور يجب تحليلها بأكبر الأمور، الصراع الأساسي اليوم هو صراع على إعادة إدارة العالم مرة أخرى وعلى الشرعية الجديدة بعالم متعدد الأقطاب، فأي إنجاز في أصغر ملف هو يصرف أو يؤثر على الصراع الأكبر، على الفكرة الأكبر. وهذا المعنى أن الولايات المتحدة تبقى هي الولايات المتحدة، سواء أوباما سواء ترامب سواء أي حد آخر، وبالتالي تبقى سياستها هي السياسة الصحيحة. اليوم التوافق أن الرؤية اليوم أن روسيا هي فقط دولة إقليمية قوية ولا تريد الولايات المتحدة الاعتراف بها أو بالمحور أو بالحلف الذي هي فيه كقطب جديد وكعامل جديد، وهذا يفسر من أصغر تفصيلة لها علاقة بعدد المعارضات إلى أوكرانيا إلى التحالف مع إيران الى موضوع المناطق الامنه وموضوع الباب مثلا في حلب، كل هذه الامور تصب في هذا السياق. طيب بكل الاحوال عندما نتحدث فعليا عن نظريه القطب الواحد، نعرف تماما بان مساعي الولايات المتحده الامريكيه تبقى حتى هذه اللحظه بان تكون منفرده في هذه الصفه. الى اي حد ستسمح الاداره الامريكيه الجديده دكتور مهدي؟ ونحن نعرف تماما انه نظريتك بهذا الموضوع هو فعليا انه نجحت روسيا الى حد ما بانه تكسر هذه القاعده، لكن الاداره الامريكيه حتى هذه اللحظه متقبله للفكره بان تكون روسيا تشاركها هذه الصفه، وبالتالي سنشهد في المرحله القادمه تضارب روسي امريكي في الكثير من النقاط؟ يعني فعلا هيك، هناك عالم جديد يبنى، وهناك اعتراف امريكي بان القطب الاوحد انتهى، بدليل ان برنامج اوباما يقول انني ساحل القضايا الرئيسيه التي هي سوريا واوكرانيا بالشراكه مع روسيا او بالتعاون مع روسيا، وهذه لغة جديدة لم تكن لدى أوباما. طبعا هي ليست من الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هناك واقع جديد مفروض على الأرض
الجمهوريون دائما أكثر واقعية بالاعتراف بهذا الواقع الذي هو موجود على الأرض، بينما الديمقراطيون يميلون إلى الرومانسية قليلا في السياسة الخارجية. لذلك هناك أمل كبير بأن يكون هناك تغير فعلا بالموقف الأمريكي، بمعنى قبول ثنائية القطب. يعني نحن نتحدث عن تعددية أقطاب، ثنائية قطب، بدليل أن هناك رغبة أمريكية بحل القضايا الرئيسية مع بالتعاون مع روسيا. يعني هذا شيء على ما يبدو أنه أصبح واضحا بالنسبة لإدارة ترامب وبالنسبة للاتصالات الروسية الأمريكية. وربما قريبا سوف نرى قمة روسية أمريكية تحدث عنها في ميونخ في الأمن، تيلرسون هذا الوزير الخارجية الأمريكية مع لافروف. طبعا تصريحات لافروف كانت شوي متشائمة، لكن حط هو مبادئ، يعني مبادئ للعلاقات. رح نتحدث عن هذا التشاؤم، لأنه حتى أيضا مندوب روسيا في جنيف قبل قليل في مؤتمر الصحفي واضح كان من كلامه بأنه كان هناك تشاؤم أساسا من مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. القصة شو هي؟ يعني عملية جنيف طبعا، يعني ما حدا ممكن يتوقع أنه يصير اتفاق بين الحكومة والمعارضات المختلفة اللي مرتبطة باستخبارات معينة. يعني هذا يعني ما مزحة إذا بدنا نقول أنه حيوصلوا لاتفاق. لكن شو الأساس عملية جنيف؟ أساس عملية جنيف اخترعوها الأمريكيون، جنيف واحد يعني واثنين وثلاثة اخترعوها الأمريكيون لكي يبرهنوا للروس أن السوريين من الصعب أن يتفقوا، وبما أن سوريا هي يعني أزمة تمس السلام العالمي، فعلينا نحن وأنتم يعني الأمريكيون والروس علينا أن نتفق على حكومة ونفرضها بالفصل السابع بالمادة 42 على السوريين. روسيا رفضت منذ جنيف واحد، فكان الجواب عبر أوكرانيا وأزمة أوكرانيا والفوضى الخلاقة بأوكرانيا. الآن الأمريكيون لا يزالوا يطمحون بتعاون مع الروس على أساس فرض حل على السوريين الذين لا يستطيعوا أن يتفقوا. علينا أن نرى الآن بعد جنيف، هذا جنيف أربعة، علينا أن نرى ما هو فعلا تصور الولايات المتحدة الأمريكية. هل هو فعلا شراكة حقيقية مع الروس، أم أنهم يريدون فرض حكومة مشتركة بينهم وبين روسيا على السوريين؟ طبعا روسيا ترفض هذا المنطق بكامله ترفض، وهذه هي أساس المشكلة. يعني هذه هي أساس مشكلة فشل جنيف. ما يجري في الكواليس، ما يجري بين موسكو وواشنطن هو الأساس، وليس هذه المشهدية المسرحية التي نراها الآن في جنيف. يعني هنا المشكلة الحقيقية. علينا أن ننتظر لنرى ترامب كيف يرى علاقاته مع موسكو. طيب أستاذ أنس، بتتفق مع الدكتور مهدي بهذا الموضوع؟ وإن كان في بعض التفاصيل، يعني هو مع الأسف ممكن تكون الكلمة مباشرة بهذا التحليل، بأنه ما عاد ما يجري اليوم هو بيد سوريا بمرحلة، لكنه بيد سوريا بمرحلة أخرى. لكن أن تفرض القرارات أو يتم الاتفاق بشكل دولي على ما يجري في سوريا هو الأمر المزعج بطبيعة الحال. بالنسبة للموضوع يعني القرار السوري، خلينا نحكي على في أكثر من مستوى لهذا الموضوع. بس خلينا قبل، يعني بتمنى شارك الدكتور مهدي تفاؤله بمعنى العلاقة الروسية الأمريكية. لا، أنا بشوف إنه جايين عنها على صدام كبير. اليوم أعتقد إنه الولايات المتحدة مستمرة بنفس النظرية اللي حتمشي فيها، وترامب لن يستطيع تغيير هذا الواقع. اليوم الولايات المتحدة ترى روسيا كضابط فقط في المنطقة، تتعامل معها على أنها دولة إقليمية في حاجة للتعاون معها. وحتى أوباما عندما تحدث في هذا الأمر تحدث على أننا بحاجة to have a deal with the devil، يعني أنه نعقد اتفاق مع الشيطان. يعني ما له معنى أنه نحن في توافق، معنى أنه في منطقة اليوم فيها انفلات كبير، فيها موضوع أمني متفجر، فيها إرهاب، فنحن بحاجة لنتعامل مع روسيا بهذه المنطقة، بحاجة أنه أيضاً نثبت وجود إيران، ومن هون كان الاتفاق النووي الإيراني. لا محاولة صناعة توازن بهذه المنطقة ما تنفجر أكثر من هيك، وما بشوف الولايات المتحدة شايفة روسيا أكثر من هيك. وهذا هون الصراع الدائم بين الروس والولايات المتحدة. وبالتالي دور العلاقة الروسية الأمريكية يتوقف عند هذه النقطة. بعتقد هون ومن هون ومن هون مع أنه الدكتور بيخالف هذه النقطة وبيعتبر بس خليني من هون أكيد. ومن هون في نقطة ثانية، من هون سوف ينجح أستانا ويفشل جنيف، لأن أستانا هو لقاء واقع على الأرض مثل ما تفضل الدكتور، وهو الحد المطلوب لإدارة الصراع بسوريا. اليوم ما في حدا من الموجودين على الطاولة، بالمعنى مو بجنيف حاليا، يعني
على الطاولة النظرية، يعني الدول التي لها علاقة بالقضية السورية، ما في حدا اليوم جاهز لصناعة اتفاق نهائي. أكثر واحد مندفع لصناعة الاتفاق النهائي هو الروسي، لأنه بيثبت له شرعيته الجديدة في العالم. ولكن كل الأفرقاء الباقين رافضين بما فيهم السلطة، لأنه اليوم شروط الحل السياسي بجنيف هي ما لها شروط المناسبة، وبهذا الأمر نحن وراء السلطة. شو شروط الحل السياسي؟ شو قصدك بشروط الحل السياسي؟ شروط الحل السياسي أول شيء يكون في أطراف متوازنة. يعني هذا الفكرة الأساسية اليوم، أنه أنت اليوم مين هي الأطراف المعبرة الحقيقية اللي قادرة تكون على الطاولة لتعمل معها حل سياسي؟ هذا حكينا بالمنظور السوري، هذا أول شيء. بالمنظور الإقليمي اللي كنا بلشنا الحديث وقلنا بالقرار السوري وين بمسار المفاوضات، وين القرار السوري موجود على المستوى الإقليمي اللي ببلش يضعف، خلينا نقول الرئيس السوري الكامل فيه. حتى الأطراف اليوم ما لا متوافقة، اليوم الصراع السعودي الإيراني سيحتدم بشكل كبير، اليوم في صناعة حلف سعودي إسرائيلي تركي أمريكي، وهذا أمر يعني، وهذا الشيء كان واضح جدا باجتماع ميونخ، حيعمل صراع هائل بالمنطقة اليوم كبير بهذا الموضوع. تركيا حتكون على محك كثير هائل بين صراعها بين الولايات المتحدة وبين توافقاتها مع روسيا، وبين خوفها من المنطقة الكردية قد تدعمها أمريكا وتأثر عليها. فلا، نحن اليوم على حافة صراع جديد كبير. فالتوافق بسوريا لا يعني فقط سوريا، اليوم في حرب عالمية على الأرض السورية، سوريا هي جزء من هذه الحرب العالمية. طيب. والسلام بسوريا أو التوافق النهائي بسوريا ما حيحصل للأسف إلا بحالة يكون في توافق دولي، هذا على الحل النهائي. ولكن اليوم نحن بحاجة لتفعيل أو استثمار مسار أستانا بالقدر المناسب. يعني إذا جينا قلنا أستانا عسكري ومهم وضروري بالنسبة لموضوع تثبيت وقف إطلاق النار، بالنسبة لموضوع حتى ضبط المجموعات المسلحة وعزلة عن الإرهاب، مهم بالنسبة لموضوع محاربة الإرهاب، بهم بالنسبة للمدنيين للمساعدات لكل هذه الأمور، وعم نقول جنيف بالمقابل هو غير منتج للحل السياسي. فنحن كسوريين علينا ابتداع مسار سياسي ثالث، يعني نبني على 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 أستانا شيئا سوريا، نبني فيه فعلا حالة انتقال، مو بمعنى التسليم اللي عم ينحكى فيها، بمعنى انتقال سوريا من حالة إلى حالة تانية. ما فينا نعطل نحن حياتنا. خلينا نفهم شو يعني انتقال، يعني هاي مفهوم انتقال كل شيء بسوريا اليوم، انتقال كل شيء كيف؟ يعني اليوم نحن عم نحكي، ودنا نحكي على الدستور، في جزء كبير من السوريين متوافق انه في امور اساسيه بحاجه للبحث فيها، هذا امر بحاجه. يعني الرئيس الاسد بال 2012 تحدث عن خطه السلام او خطه الحل السياسي 2013 في 6 مراحل، كانت 3 مراحل، حكى اول شيء اصلاح دستوري، لكن بعد الميثاق الذي استفتح عليه. انا بدي احكي على الميثاق، اللي بيتضمن المقولات، والمقولات هي معنى الجوهر عند ابن رشد وعند أرسطوطالس. الميثاق مثلا في فرنسا في ميثاق اللي هو ميثاق الثورة الفرنسية الكبرى يلي يعتبر هو أساس كل الدساتير التي جاءت. صحيح. نحن في سوريا ليس لدينا ميثاق، هذا الميثاق دعا إليه السيد الرئيس في المرحلة الثانية بعد القضاء على الإرهاب أو على الأقل وقف التمويل الدولي. خلينا هون نفصل الموضوعين، نحن هون النقطة الأساسية. طبعا أنا بدي أتحدث بس عن اللي طرحه أخي أنس عن 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 الولايات المتحدة الأمريكية، يعني وقل آتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين. يعني هناك تغير كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس صحيح أن إدارة أوباما ستكمل طريق إدارة ترامب، ستكمل طريق إدارة أوباما أبدا. يعني هناك مؤشرات صحيحة، وأيضا هناك استنادا إلى التقاليد السياسية للجمهوريين وفرقة عن التقاليد السياسية في العلاقات الدولية للديمقراطيين، كل هذا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. هناك اعتراف فعلي من الولايات المتحدة الأمريكية بأن نظام القطب الواحد انتهى، بينما أوباما لم يكن يعترف لأنه لم ينطق مرة واحدة على ضرورة التعاون مع الروس في مكافحة الإرهاب. طيب متى أعلن هذا الشيء من لحظة السلام وإدارة ترامب؟ لقلك مرة واحدة بسان برناردينو عندما ألقى خطابه المشهور أوباما to keep American people safe، ورد لأول مرة وسنتعاون مع الدول الأخرى كروسيا مثلا في مكافحة الإرهاب، يعني بخجل قالها. بينما أوباما من بدايته ومن تصريحاته من بدايته ومن تصريحاته قال أننا سنتعاون مع روسيا شراكة في مواجهة الإرهاب.
وهذا اعتراف بأن نظام القطب الواحد انتهى. هذا لا يعني أن أهداف السياسة الأمريكية تغيرت، اللي هي الهيمنة على العالم. يقول الأمريكيون في جميع خطاباتهم، يعني كل الرؤساء الأمريكيون يقولون أن هدفنا تأكيد قيادة الولايات المتحدة الأمريكية للعالم، هذا هدف متفق عليه، لكن الطريق للوصول إليه في هناك اختلاف بين الديمقراطيين والجمهوريون. الجمهوريون دائما يميلون إلى القوى الناعمة، إلى الضغط الاقتصادي، إلى التفاهم، إلى التشارك، إلى التناصف. بينما الديمقراطيين بوش طبعا قضية منه بوش لا يعني الموضوع لا معلش شوي. أنا قضية بوش مثلا، بوش شوفي كل الحروب التي من الحرب العالمية الثانية صنعها ديمقراطيون في العالم وأوقفها جمهوريون إلا بوش. بوش كان وقتها قطب واحد، وتصوري وكانت 9/11 كمان في نيويورك، مش المارينز مين انزلوا بلبنان، تصوري لو كان جمهوري كان ايزنهاور، لا بعده ايزنهاور انزل ب 58 ايزنهاور انزل الجنود بلبنان، لكن كانت عبارة عن عملية ليست عملية حربية، نحن نتحدث عن حروب. تصوري لو ان في عندما 9/11 وعندما كان قطب واحد سيد للعالم، تصوري لو أن في البيت الأبيض لم يكن جورج بوش الابن، كان هناك واحد ديمقراطي مثلا، ربما لتقسم الشرق الأوسط بكامله. يعني كان الأقل سوءا الجمهوريون كانوا موجودين في القطب الواحد. وتعتبر الجمهوريون بوصولهم للسلطة كانوا الأقل تأثيرا أساسا على ما يجري؟ لا بس خلينا نركز على هاي النقطة، لأنه أنت قلت لو كانوا ديمقراطيين لتقسم الشرق الأوسط. أكيد يعني في طيب 9/11 شو فرق بينهم وبين الجمهوريين بهذه النقطة تحديدا؟ أن الديمقراطيين يأخذوا أصواتهم من اللوبي المنتج للأسلحة في كاليفورنيا، وهم صناع حروب دائما، هم صنعوا كل الحروب منذ الحرب العالمية الثانية. وإذا بدك المناطق بالحروب، يا ريت في وقت منقول أنه حرب مين صنعها ومين وقفها. يعني عندك مثلا حرب كوريا صنعت رومان الديمقراطي ايزنهاور الجمهوري، حرب فيتنام كينيدي وجونسون الديمقراطيين اوقف نيكسون الجمهوري، حرب 67 جونسون الديمقراطي اوقف نيكسون الجمهوري الى اخره. فهم دائما بما انه هم يمثلون مصالح منتجي الاسلحه والشركات متعدده الجنسيات في العالم والعولمه، هم دائما ميالون الى حل المشاكل عبر الحروب وليس عبر اقتسام المصالح والتفاهم والمشاركة على أساس إمبريالي، بالتأكيد على أساس تأكيد هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم. يعني نحن ننطلق من تقاليد سياسية ومن اللوبيات التي تدعم هذا الحزب أو ذاك. الحزب الجمهوري مدعوم دائما من لوبي الزراعي الصناعي في كاليفورنيا، يلي بهمهم برنامج فود فور بيس مشان الحكومة تشتري القمح من كاليفورنيا وتضغط فيه على العالم وتعطيه للعالم، إضافة إلى لوبي النفط. أنا بحكي علم، ما عم بحكي رأي. لا عم نحكي يعني أنا عم نحكي وقائع. الديمقراطيين قسمهم أحلى. لا 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 يعني نحن لسنا بوارد الدفاع لا عن ديمقراطيين ولا عن جمهوريين. بس في فكرة يا دكتور، اليوم في واقع على الأرض، يعني يمكن سرد التاريخ أكيد مهم دائما لاستقراء المستقبل، وهذا شيء هام. شكرا كثير لك على هاي النقاط اللي حطيتها. بس اليوم نحن في عنا وقائع على الأرض، في وقائع بتقول اليوم في تحالف أساسي بين نتنياهو وبين ترامب. هذا أمر ما فينا، التحالف هذا ما نجدي. ما كان أوباما بين نتنياهو وأوباما، ما كان في تحالف. لا ما كان لا في صراع كان. خلينا نحن نحكي، كان في صراع بين نتنياهو وأوباما، لكن بس نحن ما عم نتحدث عن أوباما. رفض رؤساء أكثر من مرة، عم نتحدث عن مصالح دول. خلينا نحكي على المصالح، هو هذا اللي عم بقوله. خلينا نحكي على المصالح. اليوم قلت السرد التاريخي مهم لاستقراء الى حد ما. نحن بيهمنا نستقرئ شو عم يصير لحتى نعرف نحن شو بدنا نعمل بحالنا وكيف نحن نوجه سياستنا. هذا المهم. اليوم في تحالف اساسي قوي ناشئ بين السعوديه اسرائيل الولايات المتحده، قائم هذا على اساس اولا الغاء فكره الدولتين بفلسطين، اثنين مواجهة إيران لو اقتضى الأمر، حتى لو اقتضى الأمر عسكريا. نعم. ثلاثة، إنشاء مناطق آمنة في سوريا، آمنة بين قوسين طبعا، بس عم نستخدم التوصيف اللي عم يستخدموه، في الشمال وفي الجنوب بوجود الأردن وبوجود تركيا. دعم منطقة للأكراد بالشمال السوري. كل مرة برجع بذكر وقت بحكي على الأكراد عن هذا الموضوع، ما عم نحكي على موقف الأخوة الأكراد، عم نحكي ما يراه الأمريكان أو الغير بالنسبة لهذه المنطقة. هاي العوامل كلياتها
بتأدي بنقول انه نحن جايين على صدام، على صدام هائل، صدام بين من ومن بقوى المنطقة اليوم بشكل أساسي. عندك إيران من طرف والسعودية من طرف آخر. روسيا اليوم اللي هي حليفتها الاستراتيجية لإيران، روسيا اليوم بالنسبة لها حليف استراتيجي أكيد، بس بهذا الصراع وين بدها تكون موجودة؟ اليوم نحن قادمين على صراع هائل. هلأ منجي منقول بس نقطة بموضوع مكافحة الإرهاب، التوافق على مكافحة الإرهاب لا يعني بالضرورة أنه نحن عم نحكي على شراكة طويلة المدى. نحن عم نحكي مثل ما قلت على اتفاق عسكري لضبط الامور، وهي واقعيه الجمهوريين ما بيعطوا اكثر من من من, من صحيح المطلوب. صحيح. طيب اتفاق عسكري على واقع ما لحل ما بمنطقه ما لا اكثر ولا اقل. ولن تعطي الولايات المتحده الشرعيه لروسيا لتصبح دوله عظمى. ليش؟ لانه روسيا اليوم ما لها شيوعيه. طيب. روسيا اليوم تلعب ضمن الاقتصاد والملعب الرأسمالي بالمطلق، وبالتالي لا أحد مرفوض من هذه الدول يخرج عن دستور العلاقات التي تجمعهم وهو المصالح بطبيعة الحال. رح نرجع مباشرة لكن ننتقل إلى جنيف، معنا إياد خلف مفدى الإخبارية السورية إلى هناك. أول شيء الحمد لله على السلامة لوصولكم كمفد إعلامي إلى جنيف، ومباشرة إياد إلى آخر التطورات وما يجري الآن عندكم، تفضل. الله يسلمك رانيا، أنا هلأ بمبنى الأمم المتحدة الآن، يعني قبل ساعة تقريبا وصلنا إلى جنيف. المعلومات التي استطعت أن أجمعها حتى الآن هو منذ ساعات الصباح كان هناك اجتماع السيد دمستورا المبعوث الدولي لسوريا، اجتمع مع وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري. انتهى هذا الاجتماع، ثم تم اجتماع آخر مع وفد معارضة القاهرة، اجتمع مع عدة معارضات دمستور، وكان من المقرر أن يكون هناك الساعة 3 تماما الجلسة الافتتاحية، الجلسة العامة التي سيحضرها كل وفد المعارضات ووفد الجمهورية العربية السورية والأمم المتحدة، وكان من المفترض أن يكون أيضا ممثلين عن دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية هي كانت ستشارك. لكن بعد اجتماع ديمستورا مع وفد المعارضات تم تأجيل الجلسة العامة أو الاجتماع أو الجلسة الافتتاحية العامة إلى الساعة 6 بحسب معلومات يعني حصلت عليها من الأمم المتحدة للآن. نعم. طيب لو سمحت نتحدث عن نقطة لها علاقة بوصول الوفود، تؤكد وصول كافة الوفود المشاركة إلى جنيف اليوم، يعني نعتبر بأن كل الوفود باتت الآن في جنيف؟ معظم الوفود نعم يارا وصلت إلى جنيف، لكن كان هناك حديث وخلاف حول تمثيل المعارضات، كان هناك خلاف بين وفود المعارضات حول مستوى التمثيل. كانت وفد معارضة الرياض كان هناك انتقاد من الوفود الأخرى بسبب الحجم الأكبر والعدد الأكبر الذي ناله. أيضا هناك كان عدم دعوة لوفد معارضة الداخل، لم يتم دعوتهم من قبل السيد دمستورا، هذا ما انتقده الجانب الروسي رانيا، حيث عبر الروس عن امتعاضهم واستغرابي واستهجانهم من عدم دعوة وفد معارضة الداخل إلى جنيف، وهذا يخالف قرار الأمم المتحدة رقم 2254 الذي ينص على تمثيل أكبر يعني طائفة من المشاركين. طبعا على تأكيد جميع المعارضات كان في الداخل أو من منصة القاهرة أو منصة موسكو وجميع الوفود المعارضة، هذا ما تجنبه السيد دمستورا، ويعني يثير انتقاد كثير من الوفود. طيب لو سمحت نستطيع أن نعرف، بما أنه تتحدث عن يعني اختلافات وخلافات لها علاقة بطريقة التمثيل، عدد وفد الرياض أو ممثلي وفد الرياض الذين وصلوا جنيف هم كم عددهم مع مستشاريهم؟ أيضا أتحدث عن منصة القاهرة وموسكو لو سمحت، لو لديك معلومات. نعم يا رأى، تقريبا عدد وفد الرياض الذي وصل إلى جنيف تقريبا هم عددهم 20 بين إعلاميين وبين مستشارين، بينما وفد القاهرة 5 أشخاص،
ووفد موسكو أيضا 5 أشخاص. يارا، طيب عفوا، رانيا. طيب وعليه إذا أردنا أن نتحدث لو سمحت إياد عما يعني يحمله هذا اليوم من جدول الأعمال، هل لديك معلومات عن جدول الأعمال، عن الجلسة الافتتاحية التي تأجلت والتي كانت من المفترض أن تكون يعني في هذا التوقيت تعقد، إلى متى تأجلت، ماذا سيكون في مضمونها، هل هناك جلسات مغلقة مشتركة، مضمون وأهمية هذه النقطة جدا لنعرف إذا كان لديك معلومات لو سمحت. رانيا، كان اليوم في عدة اجتماعات، قلت لك بدأت من الصبح، من ساعات الصباح اجتماع مع لا وفد أتحدث عن الجمهورية الجلسة العربية السورية. الافتتاحية إياد، إن كانت الجلسة الجلسة قد الافتتاحية، تأجلت عند الساعة الثالثة، إلى متى تأجلت؟ نعم، تأجلت إلى الساعة 6 تماما، هاي حسب آخر المعلومات التي وصلتنا رانيا. للآن المعلومة التي لدينا أنه الاجتماع الذي كان من المقرر أن يتم الساعة 3 مساء بعد اجتماع السيد دمستورة مع وفد المعارضات، تم تأجيل هذه الجلسة الافتتاحية إلى الساعة 6 مساء. للآن لم نعرف الأسباب رانيا. طيب بكل الأحوال بانتظار أي جديد منك إياد، وأنت موفد الإخبارية السورية إلى جنيف، شكرا جزيلا، حتى هذه اللحظة كنت معنا عبر الهاتف. لو سمحت لي دكتور مهدي، ويعني ما راح نضيع بتفاصيل موضوع العلاقات الروسية الأمريكية، لكن جدا مهم نقطة التركيز على أنه الاتفاق على محاربة الإرهاب لا يعني شراكة طويلة المدى كما ذكرت أستاذ أنس، لكن تفضل دكتور. تسمحي، لا، هذا الاتفاق على مكافحة الإرهاب هو يعني أننا أمام عالم جديد فيه تعاون روسي أمريكي. صحيح ليس هناك اختلاف إيديولوجي، وروسيا أصبحت أصلا، هذا يمهد أو يسهل التعاون بين العاصمتين الكبريتين، أنه ما في اختلاف إيديولوجي وما في أسود وأبيض. بس أنا بدي طبعا، انطلقت من دراسة تقاليد الجمهوريين وتقاليد الديمقراطيين، ما بدنا هاي الدراسة، خلينا ناخذ المؤشرات الحقيقية. طيب ناخذ موقف موسكو مما يجري من 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 ترامب واوباما، طيب ناخذ مثلا موقف السعوديه التي مولت حمله كلينتون. هلا انت اذا بتفتحي على العربيه وعلى الجزيره بتلاقي طول النهار عم يهاجموا ترامب، العربيه والجزيره طول النهار عم يهاجموا ترامب. ثم شيء ثاني، هل كانت الاستانه ممكنه لو نجح الديمقراطيون؟ مستحيل، بدليل انا راح اجيب لك ادله، يعني ادله بوثائق. اتفق اوباما مع اتفق الروس مع الامريكان في تموز، تحدثنا عليه كثير، صحيح، معك هون بالجيج، هذا الجوينت امبلمنتيشن جروب، يلي لاول مره الولايات المتحده الامريكيه بتعترف بامكانيه التعاون مع موسكو في مواجهه الارهاب عمليا، عن طريق اعتراف امريكا بان النصره منظمه ارهابيه وان للجيش السوري دور في مكافحه الارهاب. هذا الاتفاق في تموز اوقفه كارتر، أشتون كارتر وزير الدفاع، وكيري اعترف بأنه أشتون كارتر حط فيتو على هذا القرار وتوقفت العملية بكاملها عند هذا الحد. عندما نجح ترامب بدأت عملية الأستانة، وخصوصا يعني من لكن ما فينا ننكر بانه اساسا بدا عمليه استانا ترافقت اساسا مع كانت غياب الاداره الامريكيه، غياب لا مش تسليم لا. الاداره القديمه للاداره الجديده، صحيح، والاداره الجديده صحيح، انتهت بترتيب بيتها صحيح الداخلي، وكل هاي التفاصيل الترويكا اثرت بطبيعه الحال على اجتماع حضورهم. اجتماع الترويكا في موسكو كان ترامب ناجح، يعني كان هو صار رئيس، بعد صحيح ما استلم لكن كان الانتخابات خالصه وناجح، وكان فعلا هذا قرار امريكي بدعم تركيا على اساس ان تمثل امريكا، ما زالت امريكا فيما يسمى بمرحله البطه العرجاء، يعني الانتقال بين الرئيسين، وتمت الصفقه والاتفاق بين تركيا وروسيا وايران على الاستانا اللي انا قلت، وتفضل كمان الاستاذ انس، انه هي مرحله ماشي حالها، يعني احسن من تحرك العمليات على طيب الارض، تحرك الاتفاق على الارض. هذا كان غير ممكن لو كان لو كانت كلينتون موجوده، بسبب كديمقراطيين كحزب ديمقراطي. أنا برنامج كلينتون، أنا كان معي برنامج كلينتون، مالي برنامج كلينتون الانتخابي، تقول بالنسبة للأزمة السورية سوف ندعم المسلحين على الأرض وسوف نتدخل مباشرة في بعض الحالات لدعمهم. طيب. يعني كان عدواني 100%، بينما برنامج ترامب كان يقول أنني سأحارب الإرهاب طيب مع روسيا. وجديد يعني جديد يعني هذا جديد الإدارة الأمريكية في هذه النقطة، لا نستطيع أن يعني نتوقع الكثير مما هو جيد بالنسبة لإدارة ترامب الجديدة. يعني من أكثر النقاط التي تم الاتفاق عليها، وهي نقاط تم تسريبها، بأن السعودية أكدت بأنها سترسل قوات خاصة لقتال الدولة الإسلامية في سوريا جنبا إلى جنب مع قوات أمريكية تم الاتفاق فيها بين الإدارتين.
الطرفين حديثا. النقطة الثانية التأكيد على تسليم مناطق يتم تحريرها من الدولة الإسلامية في سوريا إلى قوات المعارضة بموافقة أمريكية حتى لا تقع ما بين قوسين في أيدي النظام أو حلفائه كإيران وحزب الله. النقطة الثالثة التي تم الاتفاق عليها ونحن كله هذا الحديث عن الإدارة الأمريكية الجديدة بأنه لا مجال لانتهاء الحرب في سوريا إلا ما بين قوسين بانتقال سياسي يكون فيه دور جدا كبير أساسا لكل العمليات والاتفاقيات التي تم الحديث عنها في الاجتماعات السابقة. وهذا كله عم نتحدث أكيد. لا بس احنا عم نتحدث أساسا عن ما يجري بين السعودي والأمريكي كإدارة صحيح. أمريكية صحيح. جديدة. أنا لا يهمني، يهمني ما يجري بين موسكو وواشنطن. لن حتى الآن في كل تصريحات ترامب وبرامجه أنه لن يتم فعل أي شيء حقيقي في سوريا إلا بالاتفاق مع موسكو. يعني نحن نرى مثلا أن موسكو تدعم الأكراد وترامب يدعم الأكراد. من ناحية تانية مثلا غرب نهر الفرات لا يدعم الأكراد بالاتفاق مع تركيا وسوريا بالتالي. يعني نحن ما بدنا ناخذ والله شو بيحكوا السعوديين ماذا يتكلم السعوديون، وانما يهمني اصلا السعوديون هم منفذي اوامر لا شيء، هذا نوع من انواع الضغوط السياسيه. لكن ما يجري حقيقه هو اعلان ترامب واعلان موسكو ايضا بانه المساله السوريه والاوكرانيه. طب انا بعطيك مؤشرات كانت مستحيل تكون بعهد لو ان كلينتون نجحت. مثلا ترامب استقبل زعيم المعارضة الأوكرانية اللي اسمه يوليا تومشينكو الحليف روسيا لأول مرة يستقبل، وقف ضد الحرب في دونباس معروف. ألغى مثلا بالنسبة للصين ترامب ألغى مشاركته في المعاهدة اللي بسمها TTIP اللي هي معاهدة الشراكة العابرة للمحيط الهادي، هي كانت ضد الصين، ألغى مشاركته. بدأ مفاوضات ترامب مع انضمام واشنطن إلى البنك الآسيوي للاستثمار وهو بنك صيني ومفيد للصين. مؤشرات أخرى داخلية ما لنا فيها أساساً لكن لها علاقة لكن بواقع ترتيب حتى بيت الاقتصاد حتى تصوري الداخلي. نعم هذا كله أساساً له علاقة بترتيب واقع ما هي أولويات التي ستسعى لها الولايات المتحدة الأمريكية في الاهتمام. ترامب كان واضح من أول ما استلم بشكل رسمي من خلال خطابه قال بأن الأولوية الأساسية هو لترتيب الداخل الأمريكي بدءا بالاقتصاد وصولا حتى إلينا من الداخل لكن حتى العلاقات الدولية لها علاقة أساسا بهذا صحيح. الموضوع بس نتحدث على العلاقات الدولية، الداخل شغلته طويل، نتحدث على العلاقات الدولية. العلاقات الدولية سوف يكون ترامب أقل استعداد للمواجهة من الديمقراطيين. هو ترامب ليس جيد لكن أقل سوءا. طيب. يعني نحن عم نقارن بين سيئين، ما لنا عم نقارن بين سيء وأقل سوء مساواة. نعم يعني ما هذا أكيد متفقين عليه، ما لنا جايين لا ندافع عن ولا ندافع عن نحن عم نقول لا، نحن عم نقول أنه إحنا نستقرئ الواقع لنعرف شو بده يصير فينا. طيب. لحتى نعرف نحن شو بده نمشي. دكتور عم يقول بالنهاية الأمر أنه الحدة العسكرية تجاه سوريا أو المواجهة تماما تجاه سوريا ستكون أخف بالفترة القادمة لأنه ترامب عم يحكي على ضبط الأمور والجمهوريين كانوا عم يحكوا على فلت الأمور قد ما كانت تكون ما في مشكلة. كانوا عم يقولوا الديمقراطيين ما عندهم مشكلة بأنه تنفلت الأمور أوسع ما يمكن، الجمهوريين اليوم عم يحاولوا يضبطوا هذا الأمر. هذا بالنسبة للواقع السوري، بالنسبة لواقع الإرهاب أنا متفق معك فيه، ولكن موضوع إيران وين؟ إذا نحن عم نقرأ هذا الموضوع ثاني شوي في أجوبة على موضوع دور بس خليني كمل الفكرة. تفضل لا في بس يعني الله يخليك نعم صادر دوره الله يخليك لا بيتفضل هو الدكتور مادي لا تسلم لي يعني غير كل العالم حبيبي نسينا الفكرة عن إيران أنا قصدي نسيك كنا عم نحكي عن إيران. نحن عم نقوله التهدئة السياسية بمكان ما لا تعني أنه نحن مسار السلام الكامل أو الحل السياسي لتهدئة كاملة بسوريا قد بدأ. هذا اللي عم حاول وضحه أنا. في متغيرات على الواقع صحيح أكيد صحيح. في مقاربات من هون مقاربات من هون مختلفة صحيح. مزبوط. وأستانا دليل أساسي عليها إنه في دول متوافقة سواء جمهوريين ولا ديمقراطيين في أزمة عسكرية بالمنطقة بحاجة إلى ضبط. وضبطت عبر أستانا وسيستمر الأستانا لأنه هو ضروري لضبط هذه الأمور. ولكن الحل السياسي ما زال غير موجود. صحيح. يعني الصراع موجود ولو بأشكال مختلفة والحالة السورية ليست ناضجة له. يلي عم أقوله بكل بساطة يعني ورجعت كنت عم استشهد بكلام السيد الرئيس وقت حكى على الحل السياسي، قال الاتفاق أولا على محاربة الإرهاب، إغلاق الحدود، وبعدين الحديث عن الميثاق الوطني.
والدكتور مهدي تفضل حكى عن كلمة الميثاق وأهميتها، وهي فعلا مصطلح جدا هائل، هو أكبر من الدستور وأكبر من العقد الاجتماعي حتى. صحيح. نحن اليوم بحالة، خلينا نقول طيب، هل نرهن الحديث بالميثاق لجنيف ولممثلين الدول؟ طب شو الحل؟ ولا نحن منبلش حديث على ميثاقنا؟ يعني اليوم بدنا نميز بين الحل السياسي المرتبط بالدول، هذا مسار، مسار دبلوماسية، مسار صراع، وبهذا المسار، وأنا بعتبر أنه نحن يمكن على أقصى المعارضة بالداخل، بس أنا وراء الدولة بهذا المسار بدون نقاش، بس بالداخل لا، في صراع كثير كبير، في اختلاف كثير كبير وجهات النظر. اليوم ما فيك أنت تجمد كل شيء حتى على مذبح أستانا، عفوا على مذبح جنيف اللي هو غير منتج، وتضل مسكر الأبواب للحل بالداخل والتغييرات بالداخل بس فقط بحجة أنه في مسار سياسي أو بدون حجة حتى. طب خلينا نوضح أكثر، هاي النقطة اللي عم نحاول نوضحها أكثر. شو لازم نكون عم نعمل؟ شو لازم سوريا؟ شو لازم الحكومة تبلش؟ من وين لازم تبلش لنقدر نقول أنه في مسارين عم يمشوا مع بعض؟ خلينا نجي نقول نحن بال 2011 وال 2010 حتى بآخر 2010 وال 2011 في مؤامرات ركبت على سوريا، وهذا واقع ما فينا نحن نجي. بس هي المؤامرة على شو ركبت؟ ركبت على عوامل ضعف داخلي متمثلة ب اكتشفناها بعدين بانشقاق مجتمعي كبير، متمثلة بضعف بالإدارة هائل، متمثلة بعدم وجود انتماء لشو؟ للدولة وانتماء للوطن كبير. وقت انت في ناس بتجي مين ما كانت تكون هاي الناس، وانا بالنسبة لي هاي يمكن اول مرة بقول على الهواء، بالنسبة لي الحراك انتهى من يوم تغيير العلم، من يوم ما في ناس إيش تغيرت العلم انتهى الموضوع، خلص صرنا بي 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 بسياق آخر مختلف، صرنا عم نحكي بأمر ثاني. وقت بتجي ناس بتمسك العلم وبتكبه بكل سهولة، معناه في شيء ناقص كان عنا، هذا الحق علينا، كان في شيء ناقص عنا بالفترة الماضية، إنه هذا الشخص، لأنه أنت الدول ممكن تدفع لألف ولألفين ولثلاثة آلاف بني آدم تعطيهم مصاري، بس ما فيك تيجي تقولي إنه في جزء كبير من الناس كب العلم وحمل العلم الثاني وهو مرتاح، هو كان مبني صح من أول. في عنا شغل بالداخل بده بناء، يبدأ من وين؟ من الميثاق، من الميثاق أول شيء نتفق على سوريا، نتفق على هوية سوريا. طيب كيف بيتم صياغة هذا الميثاق ومن وين بده يبلش صياغة؟ ببلش بحوار، ببلش بنقاش. اليوم كل الحوار اللي فتحته طيب شو اللي بيمنع؟ ما الدولة سوريا دائما كانت عم تدعي. بدها جدية سياسية، بدها قرار سياسي. اليوم قرار سياسي بيد من؟ قرار سياسي بيد السلطة، بيدي بيد مين؟ السلطة شو بيمنعها تاخذ قرار سياسي؟ فتحت كل محطات الحوار اللي فتحتها السلطة، طيب رجعت سكرتها بعدين، سواء كانت اللي بدأت فيها بال 2011 كان وقتها نائب رئيس الجمهورية بصحار، ولا بعدين بتكليف رئاسة مجلس وزراء كان رئيس مجلس وزراء السابق. طب هذا الموضوع بيجاوب عليه الدكتور كلها مهدي. كلها أمور توقفت بحجة أنه نحن أخي المعارضة الداخلية ما إلى وزن، تجي بتقول الداخل ما إلى وزن والخارج ممثلين للإرهابيين وما بعمل شيء. الاقتصاد اليوم ما حطلع حكي على الاقتصاد، بلشنا فيه يمكن بالحلقة الماضية، بالمرة الماضية حكينا شوية بداية عن الأمر. الاقتصاد لليوم ما زال في صراع هائل على شكل الاقتصاد، هل نحن دولة اشتراكية لما حنشتغل بالاقتصاد الحر والليبرالي؟ سوق الاجتماعي، هي أمور بحاجة. الخطة الخمسية العاشرة بتعرفي كيف تخرجت؟ طيب الخطة الخمسية يعني العاشرة، الخطة الخمسية العاشرة اللي كانت فايتة، بس هي مثال كثير مهم على الصراع بالداخل يلي كيف تنحل الأمور. الخطة الخمسية العاشرة تقدم فيها الدردري وقتها، صحيح، على أنه هي خطة فيها ليبرالية، وصار في صراع شديد مع ومنها طلع نداء السوق الاجتماعي مع صقور البعث على هذا الموضوع، وتم رفض الامر، وبتمنى هي الحادثه اذا بيصحح لنا اياها الدكتور، لما لا تم صراع عليها ورفضوها، وكان كثير كان وقتها الدكتور محمد الحسين وغيرهم كان تيسير الرداوي يمكن، وكان دكتور عبد الله. تخرجت القصه انه المقدمه كتبوها البعثيين انه بنضال امتنا وكل هي الامور، والخطه مثل ما هي ضلت. نحن هيك بنحل الامور، ما وقفنا اليوم. انت بعد ست سنين من الحرب بحاجه لنموذج اقتصادي جديد، بحاجه لنموذج جديد من الاداره، بحاجه للحديث عن موضوع العروبه، عن موضوع العلمانيه، هي امور بصلب اول شيء الميثاق، بعدين بنحكي يعني اليوم بالتعديلات الدستوريه. طيب عظيم هذا، بحاجه نحكي على مستويين بس لاختم، مستوى الميثاق اللي هو تضافر رؤى الناس على هذا البلد، كيف بيشوفوا شكل البلد، وبالمستوى الثاني على المراكز القانونيه الجديده، يعني الدستور شو ممكن يعدل
بإدارة هاي البلد بالمعنى القانوني. هدول المستويين، هدول المستويين لازم نشتغل عليهم، ولا يجوز أنه نوقف نستنى نحن المسار الدولي لهون أو يفرض علينا عبر الدول أو نحن ننسى. طيب تفضل دكتور. متخيل هذا اللي بهم الناس صدقا، هذا اللي بهم الناس تحليل كلام جميل ما جاوبش عليه خلص صرت معارضة. طبعا ليش لا، ليش لا، يعني لازم يكون الواحد معارض الشيء اللي ما بيسوى بالتأكيد. وبس نقطة يعني بس قبل معارضة ما بدي هو معارضة بس بدنا نعرف شو حجم المعارضة. بدي أقطعك بس بدي أقول جملة. تفضل. صدقا نحن هذه الأمور نتناولها ليس بمعنى التخندق، أكيد نتناولها صدقا بمعنى الحاجة إليها ومحاولة كيف ممكن أن تنشر، أن تكون بوابة أساسا للخروج مما تعيشه سوريا. هلا أول شيء اتفقنا على ما يبدو على أنه الأستانة شيء أحسن من لا شيء، وكان غير ممكن إلا بعصر الجمهوريين. اتفقنا على أنه موسكو أيدت ودعمت وكانت سعيدة بنجاح الجمهوريين. اتفقنا على أنه السيد الرئيس مرتين قال إذا تم التعاون بين موسكو وواشنطن فهذا شيء إيجابي جدا. هذا اتفقنا عليه على اتفقتوا على أساس الحديث اللي عم ينحكى كمان عن على أنه الجمهوريين أقل سوءا مو أفضل، أقل سوءا في العلاقات الدولية. هلأ بنجي للداخل. طبعا بالتأكيد نحن ما كنا بالمدينة الفاضلة قبل 2011، وانا فعلا قبل 2011 ما بدي احكي الدردري شو عمل ومحمد حسين شو عمل، مثال ما بعرف شو مثال على كيف حل الامور. نحن تاخرنا بالاصلاح، والسيد الرئيس اعترف باول خطاب حتى يعني صحيح. قال في حاجات للشعب، كان في مطالب في حاجات حقيقي. مبرره صحيح. للشعب ولازم تتلبى هذه الحاجات، يعني اعترف بانه في اكيد قصور. وانا بدي اقول لك يعني دوله عربيه في البيئه هي اللي عايشين فيها نحن الاجتماعيه اللي بنسميها الثقافه الاسلاميه العربيه، كلنا يعني في عنا قصور في جميع الدول العربية، على الأقل في سوريا على الأقلها، وأنا أعرف جميع الأنظمة العربية والدول العربية، على الأقل في سوريا كانت الحريات الثقافية تقريبا مطلقة، والحريات الاجتماعية مطلقة، والتعبير عن الدين مطلق. لكن كان في مشكلة بالتنظيم السياسي. هذا التنظيم السياسي طلع دستور جديد، واجهت الدولة بشجاعة وطالع الدستور جديد. هذا دستور 2012، وأنا عندي هذا الدستور في مبادئه الأساسية. في مبادئه الأساسية هو دستور ديغول 1958 الجمهورية الخامسة، النظام شبه الرئاسي. في مبادئه الأساسية ومنطلقاته الأساسية. هلا في بعض الفوارق بالتأكيد بالنسبة للقضاء، بالنسبة أكيد يعني ما هو دستور كامل، وهو بحاجة للتعديل بالتأكيد، يعني في قضايا كثيرة بحاجة لتعديل. لكن انه نحن اقتصادنا توجهنا الاقتصادي مو واضح. عندك هون المبادئ الاقتصاديه والاجتماعيه والتعليميه والثقافيه، هي مبادئ بالحقيقه بتارجي توجه واضح كيف بده يكون اقتصادنا. هذا الاقتصاد المختلط، اقتصاد السوق الاجتماعي واضح هون. هلا بقى التطبيق شيء ثاني، تطبيق القوانين الى شيء ثاني. هو بيقول لك اقتصاد سوق اجتماعي في ظل نظام اشتراكي، كيف فينا نقدر نفهم هاي المعادله؟ هلا نظام اشتراكي وما اشتراكي ما عاد يعني التسميات ما عاد مهم. هلا الحزب الاشتراكي عم يحكم بفرنسا بالسويد، بس جدد حاله يا دكتور البعث ما جدد حاله لهلا. اكيد شو عرفك ما جدد حاله؟ من الممارسه ما انت اعطوني ببرهانكم انتم صادقين. طيب اوكي 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 اسمح لي اسمح لي، انتم عم تقولوا انه حزب البعث حاكم وصاحب السلطه. طيب اذا هذا صاحب السلطه هو غير الدستور بيكون ما صلح حاله وجاب دستور 100% بمبادئه بمنطلقاته يختلف عن الدستور يعني السابق. انت تعترف اليوم بمبادئه، يعني عم تعترف انت انه اليوم جزء من السوريين هو اللي وضع الدستور وليس كل السوريين؟ لا، هو ما ممكن كل السوريين يضعوا الدستور، في استفتاء جرى استفتاء عليه. مو كل السوريين بمعنى السوريين فردا فردا، كل اراء وتوجهات السوريين كانت مشاركه بصناعه هذا الدستور. بالتاكيد كانت لا. مشاركه لانه اعطيني مثال، يعني اعطينا برهان اعطينا دليل اليوم يا اخي. في ناس كثير طيب على كل حال في ناس كثير اليوم بسوريا، نحن عملتها يعني ورشاتنا ولقاءاتنا مع ناس اليوم قياديين مجتمعيين وناس فعلا يعني عم تحاول تعمل توازن وتقدم طروحات متوازنه وقادره صحيح. تنقل البلد لقدام. اليوم جزء كبير من السوريين يرفض موضوع العلماني الدين رئيس الجمهوريه، جزء كبير من السوريين والبعث بيرفضوا، وجزء كبير من السوريين يرفض العروبة السياسية بالدستور. شو يعني العروبة السياسية؟ يعني خلينا نفهم. أنا نحن العروبة هي ثقافة ونحن نفتخر بهذه الثقافة بالمطلق، بس نحن يا أخي ما لنا عروبية. في ناس كثير بتقول لك لا سوريا أولا، جمهورية السورية العربية مو العربية السورية، لأنه هذا سياق طويل عريض وكثير ناس ترفضه تقول لك سوريا أولا اليوم.
هي ناس كلها ما شاركت بس بكل الاحوال حتى الدكتور مهدي قال بانه هو بالنهايه هو عم يحكي على الميثاق هي امور ميثاقيه بحاذي النقاش طيب خلينا من هاي النقطه دكتور مهدي لو سمحت لي بس خلوني افهم شغله شو نحن مشكلتنا السوريين انه كل واحد بفكر انه رايه هو راي السوريين لا ابدا لا ابدا عم لك في اراء لذلك مثلا انت ما ممكن يعني من الصعب التعامل مع عناصر غير متساويه معامله متساويه انت ما بتقدري مثلا الائتلاف الحاكم هلا يلي هو بيتالف من احزاب عمرها 70 سنه و60 سنه اضافه لمستقلين تقولي هدول رايهم مثل راي والله مثقف سوري رغم احترامنا لراي المثقف السوري يا دكتور نحن بدنا نعترف أنا عم بحكي. خلينا نعترف المشكله اليوم انه التمثيل السوريين ما له متوازن وانه في احزاب استمرت بالحكم لفتره طويله وانت بتعرف غير البعث احزاب كلياتها كيف احزاب استمرت لفتره طويله بالحكم غير البعث بالائتلاف الحاكم عم يحكي على الجبهه الوطنيه الاحزاب العشره اللي هي ائتلاف الجبهة. حاكم احزاب الجبهه وهي كلياتها هي الاحزاب كلياتها ما عندها نشاط سياسي جدي هي مثل حزبك مثلا ما عم يحكي شيء نحن انا لحالي ما لي حزب انا شخص لحالي قاعد بمكتبي اذا بدك لا اكثر ولا اقل وما لا الموضوع طبعا على كل حال انا وينك انا مالي هون في اطار دافع عن الاحزاب بعد نحن عم نحاول نلاقي الحزب الشيوعي السوري عمره 80 سنه نحن عم نحاول نلاقي الحزب 60 سنه صحيح يا دكتور الحركه الاشتراكيه عمره 62 سنه بدنا نعترف بالمشكله اول شيء لما لا ما هو دكتور ما عم يقول لك انا ما عم بعترف دكتور عم يقول لك انا بعترف انه بس نحن بدنا انه ما في تمثيل متوازن للسوريين وليس كل السوريين مشاركين باداره امور بلدهم هي المشكله لا هذا شعارات لا مو شعارات ما فيك تيجي تقول لي كل الامريكان كل لا. الامريكان مشتركين في اداره لا هلا كنت عم تقول السويسريين مشتركين في جمهوريين وفي ديمقراطيين في ناس بتروح وفي ناس بتيجي طيب وفي انت اليوم عندك تصحر من اليوم نحن قديش يوم بالشهر من 22 شباط 58 لليوم يعني من ذكرى الوحده من يوم ما انحلت الاحزاب والمنظمات المدنيه لليوم في عندك تصحر سياسي كبير بالبلد رايك هذا يعني هذا منع في عنا كبير غابة من الناس سياسية. انه تكون مشاركة يعني انت بتقول تصحر انا بقول غابه يعني هذا راي اليوم انت اليوم رأي. المجتمع المدني المجتمع المدني كله الى اليوم رغم التعديل الدستوري هذا مثال ثاني تقنينا كيف رغم التعديل الدستوري اللي قال حزب البعث ما له قائد للدوله والمجتمع فيك تقول لي ليش النقابات كلياتها والاتحادات وغرف التجاره والصناعه ما زالت تابعه للبعث والاتحاد الرياضي العام واتحاد الطلبة وهي أمور المفروض تطلع عنه بيعتبرها هو منظمات داخلية له وهي المفروض للكل طيب هون مشاركة الناس بتكون وهذا اسمه احتكار طيب بس خلينا نكون واقعيين بالنهاية هل التاريخ النضالي للحزب اكيد رح تجاوبه بس هو التاريخ النضالي لا اكيد ما نتحدث التاريخ النضالي لكن احنا عم نتحدث عن الحزب عمره 40 سنه قطعاً وبالتالي وقع في اخطاء وقع في مطبات كان لازم يطور حاله بمرحله من المراحل وجزء من ما يجري في سوريا يتحمله حزب البعث والكثير هذا الموضوع بيتحدث عنه السوري لكن هل هذا الموضوع بيتوافق عم ندرس هي الامور نلاقي مخرج الحزب البعث بنى عقيده اساسيه على اساس انصاف شريحه هائله من المجتمع طيب. اللي هي العمال والفلاحين وايصال صوتهم وانه هن يكون لهم دور بـ 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 بهذه البلد وصلنا بالاخير انه العمال والفلاحين ضلوا هن الطبقه الضعيفه وصار في عندك منتفعين هن موجودين بمفاصل القرار وما وبالتالي بتعتبرها دكتور مهدي هي من المطبات اللي وقع فيها الحزب بمرحله من المراحل بانه بقيوا العمال والفلاحين على حالهم كطبقه ما انا اخذ حقوقها بشكل مباشر معدمه بحسب ما عم يقول الاستاذ انس وخرجت طبقه اخرى كانت فينا نقول عنها توصيف يعني هي طبقة المنتفعة أكثر أساسا مما جرى يعني الطبقة المنتفعة هي اللي عم تقولوا عنها طبقة منتفعة كلها أولاد عمال وفلاحين وآبائهم عمال وفلاحين ونحن بدنا الحلول الدستورية أما الرأي بنختلف عليه يعني هلأ بنقول أنه نحن يا ترى العمال مظلومين أو غير مظلومين هذا رأي لكن نحن بدنا الحلول الدستورية والحلول القانونية حزب الشعب في 50% ممثلين للفلاحين والعمال النقابات مو صحيح الشعب. النقابات مو صحيح أنه بسيطر عليها حزب البعث النقابات الجبهة بتعملها وبصير اتفاق بين احزاب الجبهه وهي الاحزاب الرئيسيه في سوريا لك نقابات ما بيجوز تكون سياسيه بغض ما بيجوز هلا انت عم تقول طيب انه هن بيقرروا هن ائتلاف طيب حاكم طيب اسمح لي هي المفروض يكون في وزاره بدي اقول لك تشرف عليها وزاره للدوله ما صحيح الحكي بكل العالم تريد يونيون ببريطانيا بالانتخابات تابع على بانتخاباتها
بانتخاباتها ولكن هي ما لها مؤسسه تابعه للحزب. بيكون مكتب النقابات القطري بيلغي الانتخابات. ما صحيح الحكي. مين قال انه 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 هن النقابات مؤسسه تابعه للحزب؟ اتحاد الطلبه لمين تابع؟ اتحاد العام للفلاحين تابع للطلبه، تابع للفلاحين. نقابات تابعه، غرف التجاره والصناعه كلها غرف تابعه لا مكتب النقابات القطري. لا مو صحيح الحكي. مكتب النقابات القطري بتابع مثل ما عندنا مكتب نحن بتابع التنظيم، بتابع نشاط البعثيين. واساسا في مثال على هذا الموضوع بريطانيا، حزب العمال. عم بقول لك انا تريد يونيون، تريد يونيون يلي هو اكبر نقابات عماليه ببريطانيا تابع لحزب العمال البريطاني. طيب هذا ما شيء طبيعي. انت الاحزاب اصلا مدى نشاطها هي بالنقابات، هي شيء ثاني يا دكتور. طيب لك هي كمؤسسه ما بيجوز تكون تابعه على كل حال. هذا ولكن صار بسنطي بقى، صار حوار يعني. لا 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 ابدا ابدا ابدا. طيب ماشي، بدك تعديلات قانونيه؟ طيب بدك تعديلات قانونيه؟ انا بقول لك، انا بقول لك بدك وبدك. طيب دلك صير معارضه، دلك انا صير معارضه لك. شو لازم تقول لي؟ اللي مثلا ليش الحزب هو الوحيد يلي له تنظيم بالجيش غيره لا؟ هي بقول لك معك حق فيها. بالقضاء جاي لك عليه. ليش بالقضاء؟ لا مو صحيح. انا بدي لك وينك انس وقت بدي بقعد انا وياك. انا بدي لك لا جاي نقاط على الحروف. لا بتكون تحكي لانه نحن نعرف على الهواء وبتحكي بينك وبينه. نحن نعرف بدك تحكي على الهواء. ليش حزب البعث مثلا هو الحزب الوحيد يلي له تنظيم بالجيش؟ هذا مزبوط، الك حق تعترضي. طيب لانه هذا غير دستوري وعم يقول لك بالقضاء. بس ما بصير تجاوبه، ما بصير تجاوبه تحت الهواء. بدك تجاوبه على الهواء. عم جاوبه على الهواء. انا جاوبته قلت له معه حق مزبوط. ما بصير بدك، انا عم بقول له ما بصير. ليش نحن ما عندنا اخطاء يعني؟ ما عندنا نواقص كذا. بس انا بدي اساله شغله للاستاذ انس بس سريعا عشان طيب. نقدر معلش احنا مشان ما نخلص الوقت. تفضل لو سمحت. هل سمع بحياته دوله بتخوض حرب عالميه؟ نحن عم نقود حرب عالميه. صحيح. ما اجى مثلها ابدا. صحيح. طبعا. وبنفس الوقت تسمح للمعارضه وبتعمل اصلاح وبتعمل دستور تعمل نقاش. هل تشرشل بالحرب العالمية الثانية كان عنده معارضة يعني قانون الطوارئ ويوقف ويشيل الحياة ويوقف كل شيء؟ صحيح. سوريا يا أخي انظروا للحسنات شوي. سوريا يلي هي بدك تسميها حزب البعث، الجبهة الوطنية اللي معاجبتك، شو ما بدك قول، لكن هذه الجبهة، هذا الحزب هو يلي خلى في وقت الحرب قدر يعمل إصلاح. لو لم يكن لديه شعبية كبيرة، أنا بدي أعطيك مثال. بسنة 2013 لما كانت، و2012 لما كانت سوريا في أسوأ أحوالها وكان ما يقال إنه الخوف راح من الناس، أعاد حزب البعث تنظيمه، انضم له من أول وجديد، يعني لازم ينضموا البعثيين من أول وجديد، انضم له تقريبا 980 ألف حزبي. عم تحكي بعد الحرب ما بلشت؟ بالحرب بال2012 و2013. طيب كانوا البعثيين 2.5 مليون أو 3 ملايين. كانوا 3 ملايين أو 4 ملايين. 3 ملايين صاروا مليون. طيب بوقت الحرب معناته هدول المليون عندك مليون عائلة ضرب 5 على الأقل، ضرب 4، شو ما بدك أحكي معناته. ما حدا إجا قال البعث ما له وجود. معناته طيب ما حكينا هيك. بدي أقول لك اسمح لي بالديمقراطية. لا مشان كمل أنا بالديمقراطية. لا اسمح لي بالديمقراطية. نحن إن 64% من أعضاء مجلس الشعب للبعثيين فقط. بحق لنا بكل قوانين الديمقراطية نعمل دولة لحالنا، نعمل حكومة لحالنا. وأحزاب الشباب بكل قوانين رئيس الحكومة ورئيس المجلس بعثي. طيب اسمح لي بكل القوانين. ما أحلاهم ما يكونوا بعثيين، لكن مين يكون؟ عم يقول لك 64% من المجلس. طيب رغم ذلك أنا هي عندي الوزارة. الوزارة فيها كم واحد مستقل؟ الوزارة الحمد لله نعمة. لا فيها مستقلين وفيها شيوعيين وفيها معارضة حتى القومي السوري علي حيدر. والوزارة اللي قبلها كان فيها قدري جميل نائب رئيس وزراء. رغم أنه نحن بحقنا نعمل كحزب لحالنا حكومة لأنه إلنا 64% بالبرلمان، لكن هاي الوزارة فيها 64% بعثيين والباقي وفي وزراء في وزارات مهمة جدا لمستقلين ولشيوعيين. وزارة علي حيدر لواحد معارض، هو بيقول أنا حزب معارض. وكان قدري جميل نائب رئيس وزارة. طب ليه نحن ما بنشوف القضايا يعني بدون ستيريوتايب انه حزب البعث مسيطر اخي من 63؟ لا معناته ما لازم نناقشها بكل موضوعيه وبكل هدوء ورواقه. قلت لك من الاول بدنا نعترف بالمشكله. لما لا بدك تناقش بدك تحل المشكله بالمعنى الكلاسيكي ما حتوصل لحل. ما فيك تجي اليوم تقول لي انه العمليه السياسيه اللي كانت عم تتم بسوريا هي عمليه
حية فعالة، مشان ما أقول لك ما فوت بموضوع الشفافية والنزاهة، لأنه هي أمور بدها إثباتات. صحيح. طب أنا ما بدي أفهم إني أنا عم قاطعك، خلينا نعمل كلمة واحدة. رح نضل بإطار اللي عم تحكيه أستاذ أنس، رح نضل بإطار اللي عم تحكيه. اليوم بدنا نفترض نحن اليوم صرنا على السكة لنبلش الخطوة الأولى لموضوع حل ما يجري في سوريا داخليا، ما المطلوب على المستوى الداخلي؟ ميثاق مثلا، هذا الميثاق كيف لازم ينوضع؟ بدك ثلاث نقاط أساسية، أعطيني ينشغل عليهم لو سمحت لحتى فعلا تعملي حراك بالداخل وتعملي تغيير جدي بسوريا. أول واحد، لا مركزية إدارية. لا مركزية إدارية بدون نقاش. هذا أهم شغلة ممكن اليوم تصير بالبلد، لأنه هي بتحل أمور المشاكل الحكومية، بتحل مشاكل الفساد، بتنقل الصلاحيات الخدمية للوزارات للمناطق، وبالتالي بتبني كوادر، بتوزع الميزانيات بطريقة صح، وبتبلشي تشتغلي الثاني على التنمية الاقتصادية المحلية، يعني النموذج الاقتصادي الجديد للبلد. لأنه اليوم أنت ما فيك تشتغلي باقتصاد مركزي بالكامل، ولا يمكن أن الدولة اليوم هي تغطي كل النفقات. طيب. قانون التشاركية اللي إجا غير كافي، بحاجة لتفعيله، وتفعيله بيكون عن طريق المحليات مو عن طريق الوزارات، لأنه إذا عملنا تشاركية عن طريق الوزارات حنرجع نمول الحيتان. طيب. مرة تانية. نقطة تانية. الثالثة، تحرير المجتمع المدني بطريقة جدية وفعالة اللي هي النقابات والمنظمات. هذا بيعمل تحرير المجتمع المدني. تحرير المجتمع المدني. قدرته إنه هو المجتمع المدني الأساسي، هو ماله بس إنه مجموعة شباب إجت عملت نشاط ولا هون ولا هون. المجتمع المدني الأساسي هو الإعلام. هو النقابات. وغرف التجارة والصناعة والزراعة. طيب تفضل دكتور. وإذا منتذكر نحن بس نتذكر هيك لقطة صغيرة، السيد الرئيس وقت التقى بخطابه قبل انتخابات مجلس الشعب راح التقى بهدول، لأنه اعتبر أنه هدول الناس هن المعبرين الأكثر والأقرب للناس. هذا هدول مع التنمية الاقتصادية، مع اللامركزية الإدارية، هدول بيعملوا تغيير بالبلد، مع الإطار الأساسي له البدء بعمل ميثاق مسار صناعة ميثاق، يعني حديث معمق عن أمور الهوية وأمور الانتماء والعروبة والإسلاموية. كل هاي الأمور هاي ما بتنخلق بقانون، هاي بدها نقاش عميق. هذيك الأمور بقانون بتمشي. عظيم. على هذا القلب والإطار، العامل المساعد والدافع الأساسي لهذا الأمر استقلال السلطة القضائية وتفعيل دور المحكمة الدستورية العليا. فصل السلطات يعني. تحديدا السلطة القضائية، ما حنحكي بفصل السلطات بالمطلق، ما نحكي بصلاحية التشريع، خليها على جنب، ما عندي مشكلة اليوم بصلاحية التشريع لرئيس الجمهورية. خليني بشكل أساسي أحكي على السلطة القضائية، فصلها بالكامل، تفعيلها، والمحكمة الدستورية العليا يكون في إمكانية طعن أمامها من الناس بطريقة ما لحتى نراقب عمل السلطات. هي وصفة ممكن أنه نحن نبلش نشتغل فيها بالبلد. طيب لو سمحت لي، مجموعة من النقاط ذكرها، إذا فعلا بدنا نبلش من الداخل. أنا موافق عليها كلها. أوكي خلاص. طيب وين المشكلة معناها؟ وين المشكلة؟ ليش الحكومة السورية ما قادرة تبلش فيها من الآن؟ وين الثغرات؟ وين العوائق؟ جيبي رئيس وزارة سأليها السؤال. أنا شو اسمه عم بحكي. شوفي الدستور له ثلاث أقسام. تفضل. القسم الأول هو المقولات يلي مثل ما قلت لك كما يقول ابن رشد هي معنى الجوهر، يلي تفضل استاذ انس، الهويه، العروبه، الاسلام الى اخره، يلي بجوز في سوريين مختلفين عليها، لازم نتفق عليها، لازم يوضع ميثاق، وهذا طرح يعني طرحه السيد الرئيس. رح اسال كيفيه وضع الميثاق ومين اللي بحق هذا الميثاق. يجب انه يكون الشيء اللي متفقين عليه غالبيه السوريين، يعني ما ممكن نحن طبعا مين اللي بيوضع الميثاق؟ اللجنه اللي بتوضع الميثاق مين بتكون؟ حوار، بدها تكون حوار بين بين هالقوى هي الحيه، يعني يجي وقت يصير حوار فعلا بين القوى الحيه ونشوف نتفق ونعرضه على الاستفتاء. يعني كل العالم بيعمل هيك، نحن ما في مدينه فاضله، جمهوريه افلاطون ما في، هذا الواقع يلي دائما بيكون سيء، والا بيكون ما في تطوير، وبالتالي يعتبر الميثاق في هذه الحاله هو هذا المقولات. هلا بننتقل للشيء الثاني بالدستور اللي هو المبادئ. المبادئ موجوده في الدستور، ما بعتقد عليها اي مشكله، المبادئ بكاملها بما فيها الديمقراطيه، بما فيها انه لكل حريات التعبير الى اخره. بيجي بالاخير الاحكام يلي بتنطبق او بالاحرى بتستند للمبادئ، مثلا شو صلاحيات رئيس الجمهوريه، شو صلاحيات رئيس وزاره، البرلمان الى اخره، هذه احكام. طيب. تستند الى المبادئ. الاحكام هو تفضل فيها، وانا موافق انه يعني بتصور كل سوري انه هاي الاحكام يجب ان يكون فيها عمليه اصلاح كبيره،
حتى نلتقي جميعا على شيء مهم. مثلا الإدارة المحلية، الإدارة المحلية هم في مبدأ بيقول إنه الناس ينتخبون بشكل ديمقراطي سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي. هلأ قانون إدارة محلية جديد يعطي مثلا صلاحيات أكبر، موجود القانون ما تطبق؟ طيب موجود قانون طالع عم القاتل إنه 107 عشان الله طبقوا 107. خلينا نطبق القانون يعني. طب شو اللي بيمنع تطبيق القانون مشكلة بمرحلة من المراحل؟ هلأ شو اللي بيمنع؟ في كتير موانع. أنا بقول لك مثلا يعني أنا بدي أصير معارض مع الأستاذ أنس مثلا. بين قوسين ما بدي اقطعك، لا كلمة معارض حلوة ما مالي ضد يعني، ما انه بس مفهوم المعارضة بالمفهوم الحقيقي مو مفهوم المعارضة اللي احنا اساسا بنتميز. اليوم جزء كبير من السوريين، جزء كبير من السوريين الموجودين بالداخل، طبعا عم نحكي جزء كبير من السوريين بيتبنوا هي المقولات. صحيح، جزء كبير من السوريين اليوم هن يعني ما فيك يمكن تقولي حتى بمرحلة معينة ما لقيت موالاة، اذا بدك عم لاقي ناس ضد المعارضة او ضد الطروحات اللي انطرحت من المعارضة، بس ما لقيت حدا ماسك البرنامج وراكد فيه عم يقول هذا البرنامج الحكومي عن جد انا مقتنع فيه. لا خلينا نقول بكل الحالات هذا الطرح الموضوعي هو بيعمل تغيير. بدنا نحن هذا التوافق كيف نحوله لقوه فعاله. صحيح، صحيح. الماده 154 من الدستور، اي انا كمان بدي اصير معارضه يعني، تبقى التشريعات النافذه والصادره ما صار بما يتوافق مع أحكام الدستور، يعني لازم يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات ميلادية. ما صار هالمادة هي لم تطبق دستوريا هلا بسبب الحر يعني ممكن لأنه ما في وسيلة إدارية ما نلاقي مبرر. لو الطعن مفتوح أمام المحكمة الدستورية كنت بتلاقي انت مثلا مسارات. طيب حدا راح طعن وقال له ما في طعن، ما في طريق، ما في طرق، في ليه طرق الطعن قدامك؟ طيب على كل حال يعني يا رئيس الجمهورية يا رئيس مجلس الشعب يا رئيس الحكومة، نحن يعني ممكن هلا انا خليني يكون السلطة ماشي بعيد الشر بتبرك بدي اقول لك خليني اكون محامي الشيطان. لا بس فعلا يعني هلا مثلا بيكون في تبريرات مقبوله ها انه بسبب الحرب وانشغال بالحرب ولا ما انا فاضيين للقضايا هي، لكن هي قضايا عادله والدستور وضعها. المهم انه لدينا الان دستور فيه مبادئ متفقين عليها، هاي المبادئ هلا تطبيقها، تطبيق القوانين كذا كلها طبعا لازم ضروره حتى على مستوى المبادئ بدنا نقاش. واهم شيء هلا الناس صاروا يطرحوا الهويه السوريه ولا كانه نحن جايين من المريخ، يعني كانه نحن دوله جديده، من الشعب السوري هذا جديد عم يطرحوا ناس هويته. يا اخي بغض النظر في ناس بيقولوا لك نحن ما لنا عرب ولا لنا عرب، انا بدي 80% 70% 90% من السوريين شو بيقولوا. انا بس بدي اجيب لك مثال، يعني يعتمد اصلا الهويه تعتمد على كيف بدي اقول لك على الفطره، على الوجود الانسان العادي وعلى ما يحددها اساسا بمرحله من المراحل. يعني ما بدنا اول شيء بقول لك انت مين، تعرفي حالك شو اول شيء. شو بتقولي اول شيء عن حالك؟ انا سوري بكل بساطة. أوكي هلا الجمهورية السورية العربية ولا العربية السورية؟ يعني صفيتهم ما عاد هاي مشكلة، مشكلة الهوية هل نحن عرب إذا أم لا؟ إذا التفصيل صار ولا المشكلة بس بكلمة ولا بالصفة فهي مشكلة. لا هذا له علاقة بمشكلة كبيرة بالمكونات الموجودة بالبلد. هذا أمر ماله هيك بس فكرة اعتباطي. طب ليش طرح اعتباطي؟ حاجة أنت اليوم الناس بصراحة كل الناس بصراحة تشعر إنه هي على قدم المواصلات. وين خلينا نناقش الأمور بصراحة. الأكراد يلي هن غير أكراد وغيرهم مو بس الأكراد، ما في غيرهم الأكراد. لا مثلا الأرمن في الأرمن في الأرمن 100,000 و50,000 ولو هي طيب حقوق. أوكي. لا دكتور الأكراد هي مبادئ. طيب أنا بدي أسأله الأكراد والأرمن وقديش بيساووا نسبة من المواطنين السوريين؟ شو دخل هاي بهاي؟ اسمح لي حقوقا أنا بحكي بروسيا خلينا بروسيا 21 وهيك عندي دراسة كاملة هون 21% بروسيا غير روس وحتى معادين للقومية الروسية بس اسمها روسيا بالأمة الروسية الكبيرة. هي أمة السورية بفرنسا نحن سوريا. لا نحن عرب سوريا. نحن سوريا شغلة. نحن سوريا ولا عرب؟ أنا بقول نحن سوريين. إيه طيب أوكي. بس هذا بيرجع للتاريخ بس لأنه أنا رافض العرب ولا ماني رافض. لا يعني أنه ضد العروبة. تماما نعتز بنا معنى السياسي عم نحكي. إذا نحن بدنا نحكي بالهوية اسمعي لك بالهوية اللي هي الهوية السياسية بتنبنى على الهوية القومية. طيب بدي لك كان بالخمسينات كانوا القوميين السوريين والبعثيين بجامعة دمشق اللي كان اسمها الجامعة السورية طول النهار يتناحروا انه انا سوري ولا عربي. البعثي يقول انا عربي، هذاك القومي السوري يقول لا انا سوري. انا سوري. عم شو قال زكي الارسوزي؟ قال والله لو ذهبتم الى اخر فلاح في اخر قرية سورية
وسألتموه أنت سوري أم عربي لضحك عليكم. يعني هو أنا حلبي وسوري وسوري يعني وعربي. القصة لها علاقة يعني بحقوق. اسمح لي. ما لها علاقة بشيء نظري. طيب. أمرين طيب. بحاجة نحن لبحثة. الهوية عم نتحدث عن الهوية. المواطن ما بتصير هوية بدون مواطنة متساوية. المواطن المتساوي يعني كل المواطنين متساوي. يا سيدي. يعني اليوم بموضوع طيب. دين رئيس الجمهورية. عم نخربط. شوفي لا. بموضوع لا لا لا. وبموضوع العروبة. الهوية لو سمحتي. الهوية بجوز تكون دولة دكتاتورية ما فيها لا مواطنة ولا مواطنة كله هيك واحد وبيقول خلص هيك وخلص. نحن عم نحكي على الهوية مع المواطنة. المواطن شيء ثاني، الكردي بحق له ثقافته وبحق له لغته وبحق والأرمني والآشوري والكلداني والأرمني. غلط. طيب غلط. طيب أخي أنت لسه عم تحاسبنا على قبل 2011. سوريا قبل 2011 انتهت خلص. وصلنا نحن دستور جديد، خلينا نناقش هذا الدستور كيف بدنا نطبقه. واساسا نحن في مرحله ونعدله حتى دستور. ونعدله في كثير نعم. قضايا. انا بقول لك الماده 3 ما هي ماده، هي ماده تختلف مع مبادئ الدستور مع المساواه يلي موجوده بال 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 بالديباجه والديباجه هي المقولات. باحد اللقاءات اجى شخص قال لي اذا انا مواطنتي ما لها كامله، بمعنى انه انا ما فيني اكون رئيس جمهوريه لاني من دين مختلف، غلط. هل بحق الا الدوله تفرض علي ضرائب مثلي مثل غيري؟ صحيح، معه. انا معه. أنا معه. وين المواطن المتساوي؟ إذا أنا مسيحي ابني يولد بولادته ما له حق يكون رئيس جمهورية مثلاً أو رئيس أو شو ما كان. وحتى المرأة. ما بصير بالدستور. هلا إلا أحكي لك شغلة. هلا في فرق بين الديجور بين يعني الحقيقي الشيء القانوني والدفاكت الحقيقي. الحقيقي. هلا مثلاً أنا بقول لك خلينا ناخذ ألمانيا أو فرنسا. فرنسا مستحيل يجي فيها رئيس بروتستانتي مثلاً، لكن هذا ما مكتوب بالدستور. الحالة الواقعية بترفض انه يطلع رئيس بروتستانتي، لكن هذا ما مكتوب بالدستور. بالمانيا رئيس كاثوليكي مستحيل، بس ايضا ما مكتوب بالدستور. صحيح. فنحن ما في ضروري نحط هذا الفرق بين الدفاع. انا متاكد 100% انه اذا يمكن رشح حاله واحد مسيحي الناس ما تنتخبه، انتهت القصه. يعني ممكن حقهم. لذلك نحن ما بصير نخربط بين الحاله الواقعيه والحاله المكتوبه. المبادئ لازم تكون مساواه للجميع. طيب. حتى شوفي التناقض انه بشروط رئيس الجمهوريه ما مكتوب انه لازم يكون مسلم، بس بالماده الثالثه بتقول انه دين رئيس الجمهوريه إيه خلاص بكفي. يعني معناته شو؟ قلك شو معناته؟ معناته المسيحي بحق له يرشح حاله، واذا قبلوه الناس لازم يعلن اسلامه. هيك هذا النص. تمام. هيك بيقول. نرجع بنعيدها انه نحن بشروط الترشح لرئاسه الجمهوريه مو مطلوب انه يكون مكتوب مثل بالدستور. لا هيك الماده بالشروط. ايه تمام. الشروط بس الماده الثالثه بتقول انه رئيس الجمهوريه دينه مسلم. صحيح. شوفي يكون يعني حتى طب بده يحلف اليمين لازم يكون مسلم. تمام. ايه يعني اذا واحد مسيحي بحق له يترشح. واذا انتخب الشعب لازم يعلن اسلامه. بالنسبه للماده 3 يقول خلص انا اسلمت، يجيب هذا الشيخ اي اسلمه. يعني ابسورد عبث. ما بصير هيك. هلا شيء ثاني فقه الضروره. يا اخي ما بدنا نعمل مشكله. هلا بقى هالشيء هذا مبرر ما بدنا نعمل مشكله ولا بدنا نعمل مشكله؟ طيب بجوز نحن نحاول ننيم مشكله تقوم فيق مشكله ثانيه. فلذلك انا بتصور من اصل التعديل انه لازم تلغى هاي الماده خلاص. كل سوريا حق له يا اخي لا تنتخبوا. طيب خلونا نحكي بمشكله جدا واقعيه. من الجميل يكون في نقاش في الداخل بيتناول هاي القضايا، سواء قضايا المواطنة ولا قضايا الهوية ولا شيء له علاقة بالدستور داخليا، إذا كنت رضيان، إذا كنت أنا مسلم. وبالتالي هذا الموضوع قابل للنقاش حتى في القوميات الأخرى كالأكراد. ما بننسى أنه في كمان بالتكوين السوري في كتير مكونات أخرى، في عنا أرمن، في عنا آشوريين، كلدانيين موجودين أساسا على الأراضي السورية. لكن إذا كنا واقعيين بالطرح أستاذ مهدي ودكتور مهدي والأستاذ أنس، في ضوء اللي عم بيصير حاليا كمزاج إقليمي ودولي وجنيف وما يعقد في جنيف وما يطرح في جنيف وما يتم اصلا طلبه للنقاش في الداخل السوري، ايهما اولويه؟ انه تبدا الحكومه السوريه في الداخل باللي عم تتفضلوا فيه بالوقت اللي الخارج اساسا مو متفق، وما فينا ننكر اساسا المعارضات الموجوده في الخارج في مرجعيه لها هي دول اقليميه، ما فينا ننكر منصه موسكو رايحه لروسيا والقاهره رايحه لمصر ومنصه الرياض، ما فينا ننكر دور المملكه العربيه السعوديه واللي عم بيصير، وبالتالي في مصالح دوليه حاكمه اساسا لتكون هي الدستور عملها الوحيد هي اي دوله ممكن تقتسم حصه بهي المصالح، وهذا واقع ونحن حكينا كثير دكتور مهدي. اللي لازم يصير في سوريا لحتى نقول الحرب بلشت توقف وبلش اللي عم بيصير ينتهي،
من وين لازم تبلش؟ خارجيا ام داخليا؟ وحتى بموضوع المصالح خلينا نجيب امثله لو سمحت من دول عاشت صراعات. ايه بس بتسمحي لي اضافه صغيره وانا بجيب امثله، اضافه صغيره بسوريا المشكله، خلينا نرجع للدستور، مشكله عكسيه انه الواقع افضل من النص. النص بمعنى النص عم يقول مثلا انه الرئيس يصير مسلم، نحن كان عندنا رئيس وزارة ب ب ب فارس بيك فارس الخوري بنظام برلماني، رئيس كان وزارة كان وزير يعني اوقاف. طيب اوكي قبل رئيس وزارة كان وزير اوقاف، خلينا نحن رئيس وزارة قمة يعني بالنظام البرلماني وكان وزير اوقاف، احنا بنحكي عن فارس خوري عن رجل مسلم. شيء ثاني بالنسبة للهوية، هل تصدقي انه حافظ اسد اول رئيس عربي لسوريا؟ صحيح، كلهم قبله كانوا تركمان واكراد، كلهم بالاتاسي والقدسي والشكر القوطي وخالد العظم. صحيح، خالد العظم بيكتب انه بمذكراته هو تركي، بالبيت بنحكي تركي. تركي، فلذلك عندنا بسوريا يعني حاله الشعب افضل من النصوص، يعني بعكس اوروبا يلي النصوص افضل من الحاله. على كل حال نجي على نحن في خارطه الطريق عنا وضع رئيس الجمهوريه. ايه بس هاي الخارطه بالنهايه انا عم بحكي مقارنه باللي عم بيصير بالخارج. اليوم ديمستورا طلع عم بيقول لك انا اليوم برنامج العمل هو اللي نص عليه 22-54، وبتطلع منصه الرياض عم تحكي نحن ما راح نبلش نقاش وحوار ومحادثات ليتم تنفيذ القرارات اللي لها علاقه 12 و13 و14، ونقاط لها علاقه بمعتقلين، ونقاط لها علاقه بمختطفين، وفصل مجموعات ارهابيه، وبالتالي لسه الامور مطوله كثير كما هو واضح. واساسا ديمستورا قال انه هو ما انه متوقع انه راح يحقق جنيف خرق كثير كبير. لكن اذا جبنا امثله من دول عاشت صراعات وعاشت حروب وتم حل هاي الازمات، بسوريا اي سيناريو انجح وشو هو السيناريو الاقرب بوجهه نظركم كدكتور مهدي والاستاذ انس لحل ما يجري في سوريا؟ اهم شيء الان الاولويه لمواجهه الارهاب. هلا في ناس بيقولوا اخي اذا ما وجدنا حل سياسي، ما وضعنا حل سياسي، ما حنقدر نواجه الارهاب. هذا منطق كمان، لكن انا بقول خلينا نحن نواجه الارهاب، مو نحن يلي بنعتبره ارهاب، يلي العالم بيعتبره ارهاب. إيه بس العالم حتى مفهوم الارهاب بالنسبه للعالم مختلف. لا لا، العالم بيعتبر داعش والنصره ارهاب. ليك قرار مجلس الامن، قرار مو بس قرارات مجلس الامن، حتى الاستانة بيعتبر انه داعش والنصره ارهاب. طيب انا بفرض دوله جمهوريه افلاطون، ماشي كل شيء فيها تمام، وعندها عدو متفق على انه هذا عدو، ألا تكون الأولوية له؟ هل يمكن لديغول لما كانت فرنسا في حرب هلا يفكر بالنظام السياسي كيف بده يكون، أو بالقضايا الأساسية؟ يعني على طول في أولويات. مواجهة الإرهاب نحن عم نقول مثلا إنه المعارضة الثانية المسلحة بالنسبة لنا هي إرهاب، العالم عم يقول لا. طيب أوكي خليهم هدول هلا على جنب، نتفق معهم بعدين، لكن خلينا نحن معكم يا عالم نواجه الإرهاب، ومن ثم انتم عندكم معارضه مسلحه عم تقولوا انه هي مو ارهاب، هي خلينا نتفاهم معها، بس خلينا هلا نواجه داعش والنصره لحتى ننتهي من هالخطر هذا الكبير، لحتى نقدر نحن نتفاهم. وتعتبر هاي النقطه تمت باسيتانا تقريبا خطوه باتجاهها، لكن لسه عتنا في اطار. يعني هلا مثلا نحن في عنا هلا محاولات لاعاده، يعني هناك من يقول سنعود الى حلب، وهناك لكن بالتاكيد استانا اهم شيء. انا بالنسبه لي استانا مو اعتراف خرق في هذا الاتفاق، وانما المصالحات اللي انتشرت بشكل كبير، وهي المصالحات اذا توسعت بنكون حلينا مشكله الارهابيين يلي نحن بنعتبرهم ارهابيين والعالم ما بيعتبرهم ارهابيين. طيب بتكون هي انحلت المشكله. لذلك نحن عندنا الان الاساس داعش والنصره. انا بدي جيش يفوت على ادلب وان شاء الله بعدين النظام بسوريا يكون دكتاتوري ولا ملكي ولا اماراتي ولا شو، ولا برلماني ولا شبه رئاسي ولا رئاسي ولا غيره، وخاصه انه الدوله عم تطرح هي الحوار ووضع ميثاق، ما ترامب اللي قال، وانما الرئيس بشار الاسد يلي كان سابق حتى قبل جنيف واحد طرح انه نحن لازم نتفق نحن السوريين على ميثاق. طيب بس بدي اقول بصراحه ما بصير بالاتفاق على الميثاق القوى اللي لها مدى شعبي واسع يكون رايها مثل راي القوى اللي 500 واحد او 20 واحد او كذا، رغم انه يجب هي لعبه الديمقراطيه. 51% بامريكا بحق يعني 49% رايهم غير مقبول. طيب فلذلك نحن الحوار الذي بتم بالاخير استفتاء عن طريق الشعب، لكن انا بعرف انه الاحزاب الكبرى يلي هي بسوريا الاحزاب العشره يلي قلت لك عمر يعني عمر 70 و80 سنه، هي اللي حتقرر بين الشعب الاستفتاء، ما هن اللي حيستفتوا. طيب
فهذا هو الطريق، الطريق يعني مواجهة داعش والنصرة هو أولى الأولويات، أولى الأولويات. طيب وبعدين ببلش، وأنا قلت وبعدين ببلش. لا أوكي. أنا قلت طبعا هلا الرئيس قال بشكل موازي، طبعا بشكل موازي معليش، لأنه هديك عملية بدها وقت شوي، الاتفاق على على كيف ستكون سوريا بدها وقت، لكن مواجهة الإرهاب اليوم وبكرة، نحن عنا إدلب، عنا الرقة، هذا ما بتأجل. والله شو رأيكم نتفق على مواجهة الإرهاب؟ مواجهة الإرهاب فوري، لازم العمل المشترك يكون في غطاء دولي للجيش السوري، لمين ما كان، لمين ما بده يجي حارب مع ما كان الإرهاب. حتى بما في أي قوات أخرى، أي قوات أخرى حتى التركية الموجودة، بالتنسيق مع سوريا، بالتنسيق مع سوريا، بالتنسيق مع سوريا، هي صاحبة الأرض. أهلا وسهلا. ليش الجيش الأمريكي ما فات حرر إيطاليا وألمانيا وحرر فرنسا؟ لكن بالاتفاق مع فرنسا الحرة، بالاتفاق مع الدولة الموجودة. فطبعا هنيك ما كان في دولة، لكن في سوريا في دولة، وإلى مندوب في الأمم المتحدة ومعترف فيها، حتى الدول التي أغلقت السفارات لم تسحب اعترافها من سوريا، أغلقت السفارات لأسباب سياسية، لم تسحب اعترافها من الدولة السورية، بدليل أنه برلمانيين عم يزورونا. وهيك يعني خلينا نحط النقاط على الحروف، ما نضيع ونشبك المسألة. طيب خلينا نحط النقاط على الحروف. أولا تفضل. يعني بدأت بمقدمة وانتهيت بالتوازي، بدأت بالأولوية للإرهاب وانتهيت بالتوازي. لا أنا قلت التوازي. طيب. بس هي عملية بدها وقت، يعني نحن ممكن هلأ بجنيف مثلا قطعا اليوم، قطعا اليوم لن نختلف على موضوع محاربة الإرهاب، صحيح، هذا خارج نقاش. فأنا أساسا هذا أولى الأولويات. وقت كنت عم أقول على خطة الحل السياسي، كنت عم أقول أنه النقطة الأولى إغلاق الحدود هي أمر نحن كسوريين ما لنا علاقة فيه، مكافحة الإرهاب نحن متفقين عليه، فخلينا ننتقل للنقطة الثالثة وما نوقف عند هذاك، من هون بلشت نقاشي. فقطعا نحن موضوع مكافحة الإرهاب في عليه اتفاق، ولكن اليوم برجع بقول ما فيك أنت تعطل كل الدولة، ولا فيك أصلا تحارب الإرهاب بشكل جدي بدون ما أنت تحصن البيت الداخلي. يعني خلينا نقول اليوم الحرب على الإرهاب هي ليست حرب عسكرية فقط، حرب على الإرهاب هي حرب فكرية، حرب اجتماعية، حرب ثقافية بالدرجة الأولى. واليوم نحن وقت عم تقول انك تبلش من الدول مصنفتهم انه هن ارهابيين وتقول الباقي مو مشكله بالمعنى التكتيكي السياسي، انا موافقك، بس ما فينا نختلف بالاخير انه الفكر واحد، صحيح، فانت بدك تحارب هذا الفكر، وهذا الفكر ما فيك تحاربه لتكون عامل نموذج، هذا النموذج بيسع الكل، والكل موجودين فيه عايشين فيه على قدم المساواه وعلى قدم المواطنه. بتجي تقول للسوري المدني الموجود بإدلب، هذا ابننا اللي بإدلب اللي تحت حكم الفصائل المسلحة وهيك تحت حكم النصرة، تقول له تعال هذا النموذج اللي أنا عم أعمله بناسبك، تعال عندي. وتقول للكردي ليك بمحل من المحلات، إذا الأمريكي أخذك لمحل ولا الروسي أخذك لمحل، تعال النموذج اللي عندي هو اللي بيجيبك، أنا تغيرت، أنا عم أعمل شيء جدي. والنموذج اللي أنت عم تحكي عنه أستاذ أنس شو قاصد فيه؟ نموذج إدارة البلد، نموذج كيف حياة الناس عم تعيش معه، نموذج كيف تكون في مواطنة عن جد، كيف يكون في مشاركة عن جد، وكيف يكون في ديمقراطيات عن جد، وكيف ما يكون الفساد أكلنا من آخرنا من أولنا لآخرنا عن جد. تقولي له تعا أنت فيك تعيش هون مواطن بكرامتك، أنت فيك تعيش معي، هذا النموذج اللي بدنا نصنعه. هذا ما فيك توقف ببريطانيا ولا بفرنسا، ما كان في شرخ اجتماعي وقت صارت الحرب، ما في حدا فرنسي كان والله مركب مع الألماني لتقول اليوم في سوري مركب مع التركي ومركب مع هونيك. صلح معلوماتك شوي أستاذ أنس، في حكومة فيشي كان إلى دعم كبير، صح، شعبي، والنازيين الفرنسيين كانوا كتار، صح، على كل حال مو مشكلة، لا صح معك حق، معك حق، بس في كان في إطار واضح ضد النازية، بريطانيا نفس الشيء ما كان عنده هذا المشكلة. بس على فكرة هلا بفرنسا في محاولة إعادة الاعتبار للجنرال بيتان على أنه هو اضطر يتعامل مع الألمان لحماية فرنسا يعني من التدمير وكذا. وجهة نظر ماشي، بس ما في يعني إذا عم تقولي على نماذج من الدول، خلينا نحكي اليوم على الدول قريبة مننا، ليك لبنان وليك العراق. بلبنان ما زالت الحرب قائمة بطريقة أو بأخرى، ما صار في صلح مجتمعي عن جد، أوكي. ما في شرخ اجتماعي ممكن، ما زالت اليوم ملوك الطوائف او امراء الحرب هن حاكمين، مزبوط، وفي تفريز هلا عم بلش يتغير، هلا اليوم بهذا الوقت القريب لبنان بلش يصير دوله عن جد هلا،
هلا بس يعني والحق قال وان كان الموضوع مو موضوعنا، لبنان تعتبره دوله مؤسسات لا 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 عمل لك هلا بلش لا هلا بلش ولا هو بعد موجود بعد امتى الحرب كانت وامتى الشرخ بلبنان كان وصار تفريز الحرب باتفاق الطائف وظلت الحرب مستمره وظلت 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 اليوم عم اقول اليوم بلش يتلمس طريق انه يتحول لدوله لبعد قديش من الحرب وقديش فتره الصراع صارت. طيب العراق نفس الشيء، يعني بدي اقول اتفاق الطائف ما وقف الحرب ولا عمل حل. اذا بدك نموذج تشتغلي اول شيء على المكونات، تشتغلي على الناس من جوا لتشعر هي بمواطنتها لتكون هي جزء من اتخاذ القرار بالبلد. عظيم. ساعتها بتعملي حل سياسي. الحل المسار الدولي مسار والمسار الداخلي للحل شيء ثاني. بحاجه نلعب على المسار الدولي بذكاء بحرفيه بدبلوماسيه بكل الاسلحه الممكنه لتوقفي. يعني اليوم انت هل من الممكن اجي اقبل انا بمسار دولي بجيب لي علوش وزير دفاع؟ لا والله ما بقبل، لا يمكن. بس في مسار دولي بدك تصارعي فيه. بس هل هذا يعني انه هذا الصراع فقط هون؟ لا ابدا. ولو صار اتفاق بكامل لهي عظيم، هل هذا بيكفي لانه الناس فعلا تنتقلي بسوريا لمرحله ثانيه؟ لا، بدك شغلهم. صحيح. طيب بتشكركم كثير. على كل حال بس يعني ملاحظه صغيره يعني أنا بس المهم تكونوا بالختام متفقين. لا متفقين وواضح انكم اتفقتوا بدليل انه جرك لطرف المعارضه اكثر ما جريته لطرف بس السلطه. بس هو بيحكي كلام داعيه، انا عم بحكي كلام سياسي. طيب لا لا، هذا الكلام ما ممكن نختلف عليه، كلام داعيه. لكن انا عم بحكي كلام سياسي. شو داعيه؟ لا شيخ، لا داعيه فكر. شو يا اخي، كارل ماركس داعيه. لا ونحن عم نشتغل حتى على التنفيذ يعني. بس حكيت انا قلت لك نقاط الثلاثه هي نقاط تنفيذيه بالمطلق. أوكي. بالمطلق. بس في السياسه دائما في اولويات. تفضل. في اولويات، الاولويه سريع. محاربه الارهاب، تحرير سوريا. لكن وكمان يعني انا وقت قلت توازي انه عمليه الاصلاح الداخلي والتوافق بين السوريين هي عمليه بروسيس، هي بدها وقت، بروسيس طويل. ايه، بينما محاربه الارهاب ما بينتظر. يعني نحن اذا ما احنا مختلفين عليها. ايه ما بس نبلش بالثانيه، مسار طويل بس لازم نبلش فيه بمكان ما. هي اساسا الانطلاق بالمسارين بتوقيت واحد يبدو بوجهه نظر الاستاذ. ايه بس في عندك عمليه وفي عندك شيء. طيب. ضروري فورا يعني لانه هو الاولويه. يعني السياسه دائما والله اذا بدنا نوصل لمرحله نستنى لسه الدول لتتفق على محاربه جبهه النصره وتتفق على محاربه داعش يمكن لسه بنستنى 10 سنين. لا لا يعني أوكي. ما فينا ننسى يعني القاعده بافغانستان 10 سنين موجوده. ما استنينا 3 سنين حاربنا لحالنا، لا كان معنا لا الروس ولا حزب الله ولا ايران، كانوا بالخطابات يأيدونا 3 سنين لحالنا. صحيح. ولانه صمدنا اجوا. وبعدين لا اقول لك الدوله السوريه بغض النظر عن عيوبها ونواقصها، وهي ليست دوله الفاضله، الدوله السوريه دخلت باكبر امتحان في التاريخ تدخل له دوله انه ظلت صامده والشعب معها. سنين حرب. ولو لم يكن الشعب مع هذه الدوله لسقطت في ظرف اول شهر. وهذا شيء انا عم بتحدث بشيء الواقعي على الارض. هلا هي الدوله كامله؟ لا اكيد. خلينا نقول بدها اصلاح اكيد. كل السوري جزء الاكبر من السوريين بدهم مشروع الدولة قطعا. خلاص صحيح. والجزء الأكبر صحيح. من السوريين دافعوا عن الدولة لأن الدولة صحيح. تعني هي أمانهم وتعني وجودهم وحياتهم، ولكن لا يعني أنهم مقتنعين بهذا النموذج، ولا يعني أنهم قادرين يستمروا يتحملوا نموذج ما بيناسبهم لفترة حرب طويلة. طبعا هي طبعا هي الدولة مو فكرة مجردة. صحيح. الدولة هي النموذج، يعني هن عم يدافعوا عن هذه الدولة، مو عن دولة وإنما عن هذه الدولة يلي الحد الأدنى يلي بيأمن لهم حياتهم سياسي، ولكن لا يعني أنه هن سعداء فيه بالمطلق. أكيد هذا أكيد. بتشكركم. أكيد ما أنا سعداء بالمطلق. لا أنا ولا أنت ولا حدا يعني، وإلا كان ما بصير سعادة بالمطلق إذا بنوصل لها. أنا بنظري يمكن بيكون وصلنا للنهاية. إيه بس يعني الحال. إيه بس يعني السعادة بس يعني الدولة مو شيء افتراضي. صحيح. الدولة هي نظام سياسي موجود قائم وموجود بحد ذاته، فلان وفلان 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 والحزب الفلاني والحزب الفلاني. صحيح. بتشكركم الدكتور مهدي دخل الله الوزير والسفير السابق على تواجدك معنا بهذا الحوار، وبتشكرك الأستاذ أنس جودة رئيس حركة البناء الوطني مو معارض. أنا المعارض. بتشكركم. ما بعرف إذا كان بكل الأحوال تقريرنا عن قاعة الاجتماعات في جنيف ما نو جاهز. بكل الأحوال بتشكركم لمتابعة حوارنا، نحن مستمرون معكم في هذه التغطية من استديو جنيف وأيضا استديو الحدث. بعد قليل يلقاكم لمتابعة أهم التطورات لا سيما في محادثات التي تنطلق اليوم في جنيف. لكم كل التحية ومني أنا رانيا ذنون، بأمان الله.